مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم. طبعا معكم محمود حوامدي من جامعة القدس المفتوحة. طبعا بشرفني أنه أنا في هذا الندوة الإلكترونية أنه أشارككم جزء من خبراتي في مجال التعليم المدمج والتصميم التعليمي. طبعا أنا راح أعمل شير للبرزنتيشن. طبعا انا الندوه تاعتي راح تكون اليوم عن تصميم مقررات التعليم المدمج باستخدام نظام المودل. طبعا زي ما حكيت انا معكم محمود حوامدي من جامعه القدس المفتوحه. انا عندي خبره في مجال التعليم المدمج والتصميم التعليمي، وحاليا بحضر في الدكتوراه في مجال تكنولوجيا التصميم التعليمي والتعليم المحوسب. راح ابدا معكم الندوه ان شاء الله. طبعا الهدف العام من هاي الندوه هو محاولة الاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها نظام الموديل في تصميم مقررات التعليم المدمج، بما يساعد المعلم على الحصول على أسلوب تعليمي فاعل وتحسين أساليب التدريس بما يتلائم مع واقع الجديد بعد جامعة كورونا. طبعا في نهاية هذه الندوة يعني بتوقع أنا من المشاركين معنا في هذه الندوة أن يكون لديهم معرفة بخصائص ومميزات التعليم المدمج، كمان أنه يكون لهم القدرة على التعرف على كيفية تصميم مقرر باستخدام أحد نماذج التصميم التعليمي، كمان يكون لهم لديهم يعني يتعرفوا على الإمكانيات الموجودة في نظام الموديل، كمان يكونوا قادرين على استخدام بعض الإمكانيات في نظام الموديل لتصميم مقرر تعليم مدمج. طبعا انا الندوه راح اقسمها لثلاث مواضيع او ثلاث اجزاء. الجزء الاول راح احكي فيه عن التعليم المدمج، والجزء الثاني راح احكي فيه عن التصميم التعليمي، والجزء الثالث راح احكي فيه عن الموديل وكيف احنا ندمج بين الثلاث شغلات هذه حتى نعمل او نصمم مقرر او نصمم مقرر بمقرر تعليم مدمج. التعليم المدمج، ما هو التعليم المدمج؟ يمكن في ناس كثير عنده او مر عليه هذا المصطلح، لكن احنا بدنا نحاول نوضحه حتى نعرف بالضبط كيف نضبط بين الامور اللي رح احكي فيها في هاي الندوه. التعليم المدمج هو التعليم الذي يجمع ما بين التعليم التقليدي في الفصول التقليديه وجها لوجه والتعليم الالكتروني عن طريق الانترنت. طبعا احنا بنعرف انه صار حاليا استخدام التكنولوجيا بشكل عام يقدم تسهيلات وفوائد كثيرة للإنسان، وخاصة في مجال التعليم، وأصبحت المؤسسات التعليمية تتنافس على استخدام يعني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مواكبة التطور اللي عم بحصل، وخاصة حالياً بعد تفشي فيروس كورونا صار في استخدام كثير للتعليم الإلكتروني. فعشان هيك أجى عنا إشي بسموه التعليم الإلكتروني. وهذا التعليم الإلكتروني صار في توجه كبير إنه نستخدمه، لكن في بعض التربويين او بعض الخبراء بيقولوا انه التعليم الالكتروني لوحده ممكن يكون غير كافي، او انه ممكن يحد او يسبب نوع من الوحده والعزله. عشان هيك ظهر ما يسمى بالتعليم المدمج، اللي هو بيجمع ما بين التعليم التقليدي في الفصول التقليديه وجها لوجه والتعليم الالكتروني عن طريق الانترنت. طبعا عناصر التعليم المدمج في هناك عناصر ومميزات للتعليم المدمج. من هذه العناصر اللي هو الوقت، انه لم يعد التعليم يقتصر على اليوم الدراسي او السنه الدراسيه، اصبح الطالب بامكانه في اي وقت يدخل على المصادر ويتعلم. المكان كمان بامكانه يتعلم من اي مكان، يعني خارج الفصول الدراسيه وخارج مبنى المؤسسه التعليميه. كمان المسار لم يعد كمان التعليم يقتصر على البيدوجوجيا، على المحتوى التعليمي اللي بيستخدمه المعلم، صار في عندنا برامج تفاعليه، صار في عندنا مصادر موجوده على الانترنت بامكان الطالب يدخل على هاي المصادر ويتعلم فيها بما يتماشى مع احتياجاته. بعدين كمان الوتيره او المسار التعليم صار في الطالب يعني يتعلم حسب الوتيره اللي بتتلائم معاه. فعندنا ناس مثلا من بيعانوا من صعوبات التعلم ممكن يتعلم بالطريقه البطيئه او الطريقه اللي بتناسبه. كمان اللي الطلاب المتفوقين اللي عندهم سرعه في التعلم بامكانهم يتعلموا بالسرعه اللي بدهم اياها.
طبعا في عندنا متطلبات فنيه للتعليم المدمج، من هاي المتطلبات ان هو توفر البنيه التحتيه، لازم يكون في عندنا بنيه تحتيه واحتياجات المتعلم من مصادر التعلم المختلفه. كمان لازم يكون في عندنا توافر الفصول الافتراضيه اللي هي الفيرتشوال كلاسز بجانب الفصول التقليديه بحيث انه يكمل كل منهما الاخر، يعني حتى يكون في عندنا تعليم مدمج لازم يكون في عندنا فيرتشوال كلاسز ولازم يكون في عندنا فصول تقليديه، يعني في عندنا فيس تو فيس وفي عندنا فيرتشوال كلاس حتى يكون في عندنا تعليم مدمج. كمان لازم يكون في عندنا برامج او تتوفر البرامج الخاصه باداره التعليم الالكتروني، يعني لازم يكون في عندنا الانظمه اللي احنا حاليا بنستخدمها زي نظام زوم اللي حاليا احنا بنستخدمه، في عندنا كثير بلاتفورمز، في عندنا ناس بيستخدموا السوشيال ميديا زي الفيسبوك، في يعني كثير برمجيات عم بيستخدموها في اداره التعليم، هاي كمان من متطلبات التعليم المدمج لازم تكون متوفره. طبعا في عندنا غير المتطلبات الفنيه في عندنا كمان متطلبات بشريه، يعني لازم يكون في عندنا تنميه مهنيه للناس اللي بدهم يستخدموا التعليم المدمج. فيما يخص بالطالب، الطالب لازم يكون عنده القدره على المشاركه بفاعليه في العمليه التعليميه، كمان يكون عنده قدره على التواصل الالكتروني من خلال مواقع من خلال منصات التدريب الالكتروني، من خلال التكنولوجيا اللي بتوفري او حتى وجها لوجه مع ما بين الطالب والمعلم. كمان التعامل والتفاعل مع المعلم والزملاء، كمان الحوار والنقاش اثناء المحاضرات. كمان في عندنا متطلبات خاصه بالمعلم، كمان المعلم لازم يكون في عنده امكانيه الاتصال الفعال وجها لوجه، وكمان التعامل مع التكنولوجيا، لازم المعلم يكون مؤهل من ناحيه التكنولوجيه في التواصل مع الطلاب والتفاعل معهم سواء وجها لوجه او من خلال التكنولوجيا. كمان التفاعل المباشر مع المتعلمين، كمان لازم يكون عند المعلم القدرة على تصميم الاختبارات وأدوات التقييم سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية، كمان يكون عنده القدرة على البحث على المعلومات في المصادر المطبوعة وغير المطبوعة، المصادر المطبوعة أو المصادر الإلكترونية، كمان يكون عنده القدرة على التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني، يعني المعلم لما بيكون قادر أنه يعطي الحصة داخل الصف لازم يكون عنده القدرة كمان أنه يعطي الحصة من خلال منصات التعليم الالكتروني من خلال التكنولوجيا الموجوده او من خلال التعليم الالكتروني. كمان لازم يكون المعلم عنده قدره على تقديم التغذيه الراجعه المباشره للمتعلم. شو انماط التعلم المدمج؟ طبعا في ناس كثير بتفكر انه التعليم المدمج هو بيقتصر فقط على الفليبد كلاس روم، كثير ناس كنت اشوف او اشاهد انه بفكروا انه التعليم المدمج هو فقط التعليم اللي بيقتصر على الفليب كلاس روم او الصف المقروب. لا، التعليم المدمج في عندنا 6 نماذج للتعليم المدمج، في منهم 4 نماذج اساسيه وفي عندنا كمان 4 نماذج فرعيه. النموذج الاول اللي هو الروشنال موديولز، طبعا هو اللي بسمى التناوب او الدوران. طبعا هذا النموذج او نوع من التعلم يتشارك التعلم الصفي والتعلم الالكتروني بشكل تبادري، يعني في تقديم الدرس، وهذا في 80% من هذا النموذج يستخدم في مدارس كاليفورنيا في امريكا. طبعا صفه هذا انه بينقسم الى قسمين، بيكون عندنا مجموعه بتستخدم التعليم التقليدي ومجموعه بتستخدم التعليم الالكتروني، وبصير في تبادل، يعني المجموعه الاولى بتخلص التعليم التقليدي وبتنتقل الى التعليم الالكتروني، وبالتالي المجموعه اللي خلصت التعليم الالكتروني بتنتقل للتعليم التقليدي، فهيك بصير في عندنا تناوب، يعني بصير في دوران بين المجموعات، وهذه الحقيقه مفيده جدا او يعني مستخدم بشكل كبير في المدارس الابتدائيه، وخاصه كمان في المدارس اللي بتعاني من مشاكل او فيش عندها اجهزه او معدات، فتستخدمها لما ما يكونش في عندها معدات. النموذج الثاني عندنا الفليكس موديل يس، وهذا بتشارك التعليم الالكتروني تبادل في تعليم الماده الواحده وفق جدول زمني، بس هذا ميزته انه اكثر شيء بتركز اونلاين، يعني بكون معظمه اونلاين، وكون المعلم دوره هنا بيعمل سبورت، يعني سبورت وجها لوجه، انه الطالب بروح بياخذ تعليمات او ان المعلم بيعطي دعم للطالب اللي بيتعلم اونلاين، فبسموه فليكس موديل، انه الطالب بيقدر يتعلم. في عندنا الارت كارت او حسب الطلب، وهذا الطالب بتلقى الطالب تعليمه لمادي او اكثر الكترونيا، يعني بامكانه يتعلم مادي الكترونيا
بمساعدة المعلم وتابع كمان دراسة باقي المواد في المؤسسة التعليمية. وهذا طبعا أنا بشوف كثير ممكن يكون مفيد للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم صعوبات في التعلم، إنه ممكن تعطي طالب يتعلم بطريقة بمساعدة المعلم بعيدا عن أو نتيجة ظروفه الخاصة بعيدا عن باقي المعلمين، فهي ممكن تكون ملائمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. النموذج الرابع في عندنا الانريتش فيرتشوال موديول. طبعا هذا بيكون على مستوى المؤسسه ككل، يعني بنلاحظ ان المؤسسه كلها مش على مستوى مقرر او على مستوى درس، بتكون على مستوى المؤسسه كلها او على مستوى برنامج كامل، لانه بصير في عندنا تعليم مدمج زي بعض الجامعات. مثلا انا في جامعه القدس المفتوحه، عندنا الجامعه كلها بتقدم برامجها ونظامها كامل، بقدم نظامها من خلال التعليم المدمج. فهذا بيكون على مستوى المؤسسي، بتستخدم في التعليم من خلال الانترنت ومن خلال المحتوى التعليمي. وحاليا في توجه في كثير من المؤسسات بعد الاشكاليات اللي صارت او بعد ظهور فيرتشوال كورونا، فيروس كورونا، صار في توجه كثير من المؤسسات تستخدم البيلد جرين ليرنينج لانه اقرب شيء لمعالجه التعطل المدارس، ونستخدم هذا النموذج من خلال الانريتش فيرتشوال. طيب حتى انه يكون المعلم قادر على التدريس بنمط التعليم المدمج عليه اتباع بعض التعليمات او بعض الخطوات. اول شغله فهم التكنولوجيا او يعني فهم التكنولوجيا للطلاب، يعني لازم الطلاب يكونوا فاهمين التكنولوجيا اللي بيستخدموها. اثنين التخطيط بعنايه للانشطه، يعني المعلم لازم يخطط بعنايه للانشطه اللي راح يقدمها للطالب من خلال التعليم المدمج، يعني الانشطه لازم تكون مخطط لها بشكل ممتاز بعنايه، اختيار الانشطه حسب خصائص الطلاب وحسب احتياجاتهم. بعدين عندنا تعزيز التعلم والتحقق من الفهم، لازم انه نعزز التعلم ونتحقق انه هل الطالب فهم الدرس او ما فهموش، فهم المواضيع ولا ما فهمهاش. بعدين تعليم الطلاب المهارات ويعني ما وراء المعرفه والتنظيم الذاتي، يعني مش بس احنا بدنا نعلم الطالب المعرفي او انه يتعلم يحفظ بعض النصوص او شيء، لازم يكون في عندنا مهارات يتعلم الطالب منها من خلال التعليم المدمج. يعني اذكر انا في احدى المدارس في لبنان، الطالب اعطى الطلاب اسايمنت زي واجب بيتي انهم يعملوا فيديو ويعرضوه امام يعني امام الطلاب. فالمعلم بهذه الطريقه حقق كثير من، مش مجرد انه علم الطالب انه كيف يحفظ المعلومه او كيف يفهمها، لا، وعلمه مهارات، علمه كيف انه يعمل مونتاج للفيديو، كيف يصمم الفيديو، يعني كثير مهارات علمه. فهذا المقصود انه كيف انت كمان تعلم الطالب مهارات تتعدى بس المفهوم المعرفي والتنظيم الذاتي. هاي المقصود في الموضوع. الشيء الثاني انه جعل التعلم ذي صله، يعني لازم تربط التعليم بواقع الحياة اللي بيعيشها الطالب. بعدين عندنا المعلم لازم يراقب بيانات الطالب انه كيف بتقدم بالدورة اثناء التعلم المدمج، لانه في عندك بعض المواقع بتعطيك قدرة على انك تتبع تقدم الطالب في التعليم من خلال البيانات الموجودة او اللي يوفرها هاي المواقع. بعدين عندنا تقديم ردود فعل ايجابية للطلاب والاحتفال بالنجاح، يعني دائما لازم يكون في تحفيز للطلاب، نحفزهم من خلال الردود الايجابيه اللي بيعطيها الطلاب على كل نشاط او كل اكتيفيتي بقوم فيها الطالب. كمان في عندنا اهم شغله اللي هو تشجيع المناقشه على الانترنت من خلال الفورمز ومن خلال المنتديات، انه نفتح منتديات للطلاب ونشجعهم على النقاش من خلال التعليم المدمج. هاي الخطوات مهم جدا انه المعلم يشتغل عليها حتى يوفرها للطالب. الو، الو، we can hear you. Yeah, you sorry, because someone is writing in the chat. There's no
There is no voice, and that's why I'm trying to check that. Okay. اوكي هلا في معلش بتحبوا اكمل ولا في حدا عنده استفسار بخصوص الجزء الاول موضوع التعليم المدمج هل واضح للكل شو المقصود بالتعليم المدمج في حدا عنده سؤال خلينا ننتقل للجزء الثاني من الندوه تمام طيب الجزء الثاني راح نحكي عن موضوع التصميم طبعا في فرق بين انك تصمم درس وبين انك تصمم نحكي بين ما انك تصمم درس وبين ما انك تصمم مقرر دراسي لكن اهم شيء عندنا لازم نعرفه انه لا يمكن انك تعمل بناء قبل ما تعمل تصميم يعني انت حتى تقدر تصمم مقرر يعني تطور مقرر تعليمي او تعمل مقرر تعليمي اهم شيء هو التصميم لازم نعمل تصميم للمقرر قبل ما نبلش نطوره ففيش بناء او ما فيك تبني بيت بدون ما تعمل تصميم لهذا البيت هذا المقصود فعشان هيك احنا الخطوه الثانيه بعد ما فهمنا التعليم المدمج لازم نعرف او نتعرف على التصميم التعليمي هلا زي ما حكيت في فرق بين تصميم الدرس وتصميم التعليم، هلا تصميم الدرس بكون على مستوى الدرس وبكون خطواته سهله وبسيطه وما بحتاج كثير ريسورسز، فهذا يعني عباره عن نموذج لتصميم درس، هلا اول شغله احنا في تصميم الدرس عندنا اللي هو وصف الدرس، يعني انت بدك تصمم درس لمقرر، اول شيء بتوصف الدرس بعدين بتحط الهدف العام للدرس، بعدين بتحط الاهداف التعليميه، طبعا الاهداف التعليميه اللي بتكون قابله للقياس، انه هي بتقدر تقيسها او بدك تقيسها، بعدين بناء على الاهداف التعليميه بتحدد النشاط اللي انت من خلاله بدك تحقق الاهداف التعليميه، بعدين بصير في عندنا اللي هو عمليه تقييم مدى تحقيق الطالب للاهداف او للهدف التعليمي للدرس. هاي بشكل بسيط لكن لما بدنا نعمل تصميم لمقرر دراسي بدنا نروح لشيء اكبر من هيك، فعشان هيك في عندنا شيء احنا بنسموه اللي هو التصميم التعليمي، يمكن في ناس عنده خلفيه عن شو يعني التصميم التعليمي. هلا التصميم التعليمي هو علم يحاول بناء جسر يصل ما بين العلوم النظريه من جهه اللي هو نظريات علم النفس اللي نعرفها كنا يعني في تربويين هون بيعرفوا شو نظريات علم النفس اللي لها علاقه بالتحفيز وبكل هاي الامور وفي عندنا كمان اللي هو نظريات التعلم وكمان العلوم التطبيقيه بتعمل ربط ما بين نظريات العلم النفس ونظريات التربويه وما بين العلوم التطبيقيه اللي هو استعمال التكنولوجيا والتقنيات الحديثه في التعليم فهذا هو المقصود في التصميم التعليمي زي ما انتم شايفين في الرسمي انا حاولت اربط حتى اورجيكم بالضبط الفكره، هلا احنا حكينا عن تعليم مدمج وفي عندنا تصميم تعليمي وفي عندنا الموديل، فهذا التصميم التعليمي هو عباره بربط ما بين النظريات اللي بتحكي عن التعليم المدمج، النظريات التربويه ونظريات علم النفس وبين الموديل، فالتصميم التعليمي هو بيربط ما بين الشيء النظري بالنظريات علم النفس وبخاصه نظريات التعليم وما بين العلوم التطبيقية زي الموديل. طيب مراحل ونماذج التصميم التعليمي، الحقيقة في عدة نماذج للتصميم التعليمي، في عندنا نموذج العام للتصميم التعليمي اللي هو الإيدي، وفي عندنا نموذج ديك وكاري، وفي عندنا نموذج المنحنى المنظومي، وفي عندنا نموذج كامب. والحقيقة عملية التصميم بتمر بعدة مراحل يعني وكل مرحلة بتضم مجموعة من المهارات الرئيسية والفرعية اللي يجب على المصمم أن يتقنها يعني وحقيقة كل نموذج فيه له نحكي مراحل بتختلف عن النموذج الثاني
هلا زي ما حكيت عندنا اكثر من نموذج، بس لانه احنا فيش معنا وقت انا راح احكي عن النموذج اللي هو الادي، وهذا النموذج من اكثر النماذج استخداما، يعني اكثر النماذج اللي هو الموست بوبولار، يعني كثير بيستخدموه هنا في كثير من 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 المؤسسات، وطبعا ممكن يستخدموه كمان لانه فريندلي، يعني ايزي تو يوز، وكثير سهل نحكي للبيجنر، للناس الجداد في مجال التصميم، انه بيقدروا يستخدموه لانه خطواته واضحه، تقدر الواحد يفهم الخطوات ويبني او يصمم المقرر او المقرر التعليم. طبعا الايدي هو عباره عن اختصار اللي هو analysis design development implementation and evaluation، اللي هي الخمس مراحل هاي. طبعا الخمس مراحل هاي في عندنا التحليل اللي هو الاناليسيز، في عندنا التصميم الديزاين، في عندنا التطوير الديفلوبمنت، في عندنا التنفيذ الامبلمنتيشن، وفي عندنا التقويم اللي هو عمليه الايفالويشن. هلا التحليل اول خطوه، هي طبعا هي اهم خطوه في التحليل، يعني هي الاساس. اذا عملت تحليل مضبوط بتقدر انت تبني او تصمم باقي خطوات او تبني الخطوات اللاحقه للمقرر التعليمي بشكل 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 منيح. فالتحليل هو اهم مرحله، هي الكور اللي لازم الواحد يركز عليها. هلا شو التحليل؟ التحليل بيتعلق بانه تعرف شو خصائص المتعلمين، يعني هل هم مثلا طلاب مدرسه ابتدائيه رياض اطفال، ام هم مثلا طلاب كبار في العمر، خلفيتهم الثقافيه، كل هاي الخصائص اللي تتعلق بالتعليم لازم تدرسها. بناء على خصائص المتعلمين بتحدد شو الوسائل التعليميه المناسبه، يعني مثلا يمكن يكون عندنا من ضمن المتعلمين ناس موجودين في مناطق نائيه فيش عندهم كمبيوتر، طب انا بقدر استخدم مثلا زوم او استخدم شيء تكنولوجي، هم فيش عندهم وسائل تكنولوجيه او عندهم البنيه التحتيه للتكنولوجي مش متوفره. فبناء على خصائص المتعلمين انت بتحدد شو الوسائل التعليميه المناسبه، بعدين بتحدد شو الاهداف المقرر، شو اهداف المقرر تاع التعليم اللي بدك تعمله، ثم بعد ذلك بتحدد شو المحتوى العلمي وكيف بدك تعرضه، طبعا من بناء على الاهداف. بعدين بيتم تحديد او كيف بدك تعمل تقييم للمخرجات، شو طبيعه الاسئله اللي بدك تحطها، شو بدك تقيم، شو المهارات اللي بدك تقيمها، فهي كله بيتم في التحليل. بعد عمليه التحليل او المرحله الثانيه هي مرحله التصميم. مرحله التصميم بتبلش بتحديد اهداف الاداء، يعني بتحدد شو الاهداف اللي لازم الطالب يتقنها من خلال هذا المقرر، بتحدد هاي الاهداف وبتصمم الاهداف، يعني انت بتكتب شو الاهداف اللي انت بدك الطالب او اهداف الاداء اللي الطالب لازم يحققها. اثنين، تحديد استراتيجيه التدريس، هل انت بدك تستخدم التدريس الوجاهي ولا التدريس التقليدي ولا التقليدي، شو طبيعه الاساليب اللي راح تستخدمها في التدريس، كل هاي الشغلات بتحددها في التصميم، يعني بتعمل ديزاين لاساليب التدريس اللي راح تستخدمها. بعدين في عنا اللي هو تحديد التقويم المناسب لكل هدف، كل هدف من الاهداف بدك تصمم له تقويم، يعني بتحدد شو التقويم لكل هدف من هاي الاهداف. بعدين عنا بنحدد التصميم المبدئي المناسب للوسيله التعليميه، مثلا انت بدك تعمل صفحه على الفيسبوك، بدك انت تحدد شو تصميم الصفحه على الفيسبوك راح تكون، بدك تستخدم الموديل شو المحتوى كيف تصميمه راح يكون، يعني فهي كل الشغلات اللي انت بتحددها في مرحله التصميم. عندنا بعد مرحله التصميم بيجي عندنا مرحله التطوير اللي هو بدأت مرحله انتاج المقرر اللي هو البرودكشن. اول شغله اللي هو تصميم عناصر الجرافيك، اذا انت بدك بحاجه لتصميم عناصر للجرافيك من 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 صور، من انيميشن، من هاي الشغلات كلها، هاي بتصممها في هاي المرحله او بتطورها في هاي المرحله. انتاج مقاطع فيديو، اذا انت بحاجه لانتاج مقاطع فيديو لحتى تدعم عمليه التدريس مثلا في او كوسائل مسانده مثلا. انتاج عناصر تفاعليه، انيميشن وشغلات زي هيك ممكن عنده كمان في هاي المرحله. تصميم الانشطه كيف بدها تكون، الاكتيفيتيز اللي راح الطالب يمارسها اثناء عمليه التعليم. كمان اعداد الاختبارات واساليب التقويم، كمان هنا انت بتطور الاختبارات سواء مالتيبل تشويس، اختيار متعدد، او اسئله انشائيه، او كل هاي الشغلات بتحددها في مرحله التطوير. بعدها في عندنا مرحله التنفيذ. مرحله التنفيذ
على مرحله التنفيذ انه انت كيف بدك تقدم الدوره، كيف بدك تعرضها للطلاب او تقدمها للطلاب، هل انت بدك تقدمها بس وجاهيه او وجاهيه والكترونيه؟ اذا انت بدك تعليم المدمج بدك تقدم المادي وجاهيه والكترونيه، لانه انت صممت مقرر، المقرر هذا لازم يتلائم مع التعليم المدمج، فانت هون بتقدم الماده على اساس انها ماده وجاهيه وجاهي والكتروني تعليم مدمج. طبعا المرحله هاي بتشمل كمان اللي هي بايلوت فيز اللي هو مرحله الاختبار التجريبي للمقرر. انت هنا كمان بتختبر المقرر، هل المقرر منيح مش منيح، هل الطلاب تفاعلوا معه ما تفاعلوش معه، كل هاي الشغلات بتتم من خلال هاي المرحله اللي هي مرحله التنفيذ. كمان التاكد بانه النشاط والمواد تعمل بشكل جيد، انه اذا في عندك فيديو هل الفيديو شغال منيح، اذا في عندنا انيميشن هل النشاط اللي انا صممته شغال منيح او بيعمل منيح ولا لا، هل المعلم اذا انت عندك معلمين ثانيين بيستخدموا نفس المقرر او راح يستخدموا نفس المقرر، هل المعلمين مستعدين وقادرين على انهم يستخدموا المقرر ويدرسوه؟ اي كمان عندنا كمان النقطه الاهم اللي هو الظروف الملائمه مهيئه ولا متوفره. اذا انا عندي في المقرر تاعي لازم استخدم التكنولوجيا، فانا بدي اعرف اذا في عندي بيئه تكنولوجيه متوفره ولا لا، ومهيئه او متوفره ولا لا، يعني كل هاي القضايا لازم تكون معروفه. المرحله الاخيره هي مرحله التقييم اللي هو تقييم المقرر. في عندنا نوعين من التقييم، في عندنا التقييم التكويني وفي عندنا التقييم الختامي. التقييم التكويني اللي هو انه انت بتقيم كل مرحله بتنتهي منها بتقيمها على اساس تعمل تحسينات على المقرر، يعني كل مرحله بتقيمها لازم تعمل يعني تعمل تقييم لها على اساس تعمل تحسينات على المقرر. وفي عندنا التقييم الختامي انه انت في نهايه المقرر تعمل تقييم للمقرر ككل كوحده كامله، تعمل تقييم بتشوف هل فعلا المقرر طلع بالجودة المطلوبة، استفادوا من الطلاب، كل هاي الشغلات، هذا هي اللي هي مرحلة التقييم. هذا بخصوص الإيدي اللي هو التصميم التعليمي العام الإيدي. هنا في بعض النقاط الحقيقة أنا بدي أحكي لكم إياها، وهي طبعا بتكون عبارة عن نقاط عملية لما أنت بدك تصمم. في عنا شغلات أو نقاط مهمة لازم تأخذها بعين الاعتبار قبل تصميم المقرر. أول شغلة اللي هو تحديد متطلبات وتوقعات الطلاب، وهي بتتم بخلال عدة أدوات. أول شغلة من خلال قياس مستوى أداء أو مستوى الطالب. إحنا مثلاً لما بدك تروح تلتحق بدورة لغات مثلاً، أول شغلة شو بيعملوا لك؟ بيعملوا لك تحديد مستوى، إنه بعرف شو مستواك في اللغة. وهنفس الشيء هون، أنت بإمكانك إذا أنت بدك تدرس مادة لغة أجنبية أو بدك تدرس مادة بتعتمد على مستوى الطالب، هنا تقدر تعمل فحص على مستوى أداء الطالب. الإشي الثاني كمان بإمكانك من خلال الاستطلاع السيرفي، إنه أنت تعرف متطلبات وتوقعات الطالب من خلال السيرفي، إنه تعمل سيرفي وتدرس موضوع إذا خاصة إذا كان موضوع جديد على الطلاب، وتدرس كيف متطلبات الطلاب وتوقعاتهم حول هذا الموضوع من خلال عمل سيرفي. كمان ممكن عن طريق المقابلات، تعمل مقابلات مع الطلاب، ممكن تعمل لقاء افتراضي عن طريق الزوم مع الطلاب، تتعرف على الطلاب شو دوافعهم، شو توقعاتهم للدراسة يعني عن هذا المقرر. طبعا بعد ما تنتهي من هاي الخطوات بتعمل لستة قائمة بتوقعات ومتطلبات الطلاب، يعني شو توقعات الطلاب بناء على المقابلات والسيرفي وتحديد المستوى اللي عملته. بتعمل قائمة، هاي القائمة بتساعدك كثير في تحديد الأهداف اللي إلها صلة باحتياجات الطلاب وبتوقعاتهم. هنا أنت بتقدر تبني أهداف المقرر بناء على احتياجات الطلاب وعلى توقعاتهم. طبعا بعد ما تحدد شو توقعات الطلاب واحتياجاتهم وتحدد الأهداف، بتحدد بعدين اللي هو المحتوى المقرر وشو التكنولوجيا اللي أنا ممكن أستخدمها بناء على توقعات الطلاب. هاي ممكن تكون خطوات عملية أكثر لك تكون فاهم بالضبط كيف أنت تبني أو تطور المقرر الخاص. في عندنا كمان خطوات عملية اللي هو أثناء تصميم المقرر. أولاً لازم تحدد أهداف المقرر والنتائج المتوقعة والمؤدي والمدة.
ثم بتقوم بتصميم الخطة المقرر وانشطته اسبوعيا بعد يعني اسبوع بعد اسبوع. يعني لما بدك تقرر يعني تصمم مقرر اول شيء بتحدد هدف المقرر وشو النتائج المتوقعه والمدي للمقرر وبعدين بتحدد الخطه شو البلان تاعتك لهي المقرره. والحلو كمان يعني يفضل انه انت الانشطه تعملها اسبوعيا يعني كل اسبوع يكون في عندنا شوف ايش حدا شكله انشطه لها انا وياك. السلام عليكم. بعدين قم يعني بعدين بتم توزيع مخطط المحتوى المقرر للدروس الى وحدات منفصله واختيار افضل تنسيق. هلا بعد ما يتم تحديد تصميم الخطه بتم وضع المحتوى على شكل دروس في وحدات منفصله على للمقرر للمقرر التعليم. في شغله مهمه جدا هون انه في تصميم المقرر وخاصة لما بتعمل مقرر لأنشطة التعليم الذاتي اللي هي سيلف ليرنينج، لما بتعمل كورس انه الطالب يتعلمه لحاله يدخل على الموقع التعليم الالكتروني يتعلمه لحاله اللي هو سيلف ليرنينج. اهم شغله انه انت ما تفصل المواضيع عن بعض، لازم يكون في ترابط بين المواضيع تاعت المقرر. يعني الوحده الاولى او الوحده الثانيه مبنيه على الوحده الاولى والوحده الثالثه مبنيه على الثانيه، على اساس يكون في ترابط. لانه اذا عملت مقررات منفصله ما بصير في عنا تعليم او تراكم معرفي او تعليم بنائي للطالب. فمهم جدا انه الوحدات والمواضيع تكون مترابطه. كمان منيح كمان في اثناء التصميم انه نستخدم الصفوف الافتراضيه كجزء من نشاطات المقرر. يعني يكون وانت بتصمم في التقرير تدخل موضوع الصفوف الافتراضيه، يعني يكون ما بين مثلا الطالب يدخل يتعلم سيلف ليرنينج لحاله، يكون في عنا بعدها بيخلص وحده يكون في عنا لقاء صف افتراضيه. كمان لازم حلو يكون كمان في عنا تقييم في نهايه كل موضوع في وحده، يعني من وحدات المقرر يكون في عنا تقييم للوحده حتى نعرف مدى استيعاب الطالب ومدى فهمه لهذا الموضوع. وحلو كمان اذا بكون التعليم مرتبط، يعني التقييم مبني على بعضه، يعني الطالب حتى ينتقل للموضوع الثاني، يعني احنا بنسميها ليفلز، يعني انت حتى تنتقل للليفل اللي بعده لازم انت تتقن الليفل الاول. فانت بتعطيه موضوع بيدرسه تعمل له تقييم، اذا مثلا جاب علامه معينه بيقدر ينتقل للموضوع الثاني ماشي، اذا ما جابش بده يرجع يقرا الموضوع او يتقنه بعدين ينتقل للموضوع. هذا بيكون كثير منيح حتى انه انت تضمن انه الطالب عم ينتقل بمراحل التعليم بشكل فعال وبشكل مفيد. كمان منيح كمان تضيف ملخص عن المقرر ويكون في عنا تعليمات لما الطالب يدخل على المقرر اونلاين، يكون في عنده تعليمات واضحه وين يروح، كيف يستخدم هذا الانشطه، كيف يستخدم هذا الفيديو، كيف يجاوب على هذا الامتحان. هاي التعليمات كثير مهمه لحتى الطالب يقدر يستخدم المقرر بشكل منيح. كمان مهم جدا انه احنا نشارك الطالب كثير من الشغلات الفنية أو المتطلبات الفنية للمقرر، يعني للمقرر الدراسي. إذا أنا بدي أستخدم تكنولوجيا والتكنولوجيا هاي بدي أصمم عليها مقرر تعليمي، لازم الطالب يكون عارف إنه هاي التكنولوجيا فيها متطلبات، والمتطلبات هاي يكون الأستاذ أو المعلم حاط هاي المتطلبات. إذا أنا بدي أتعلم عن طريق التعلم الإلكتروني أو بدي أدخل أتعلم كورس سيلف ليرنينج تعلم ذاتي، بده يكون واضح او في تعليمات انه انت لازم يكون في عندك جهاز لابتوب، والجهاز اللابتوب بمواصفات 1 2 3، لازم يكون عندك سرعه انترنت 1 2 3. هاي كثير مهمه حتى ما يصير في مشاكل اثناء التعلم وتعلم الطالب لهذا المقرر. طيب احنا خلصنا من التصميم، هلا اثناء الدرس، اثناء الدرس كمان في شغلات لازم المعلم يأخذها بالاعتبار. هلا احنا تدريس المقرر الالكتروني في عندنا التعليم الذاتي وفي عندنا الصفوف الافتراضيه. التعليم الذاتي هو الغير متزامن، يعني انه الطالب بيدخل في اي وقت بتعلم لحاله، بتعتمد هي على سرعه الطالب وعلى قدرته على التعلم، مش مرتبطه لا بوقت ولا بمكان ولا بزمان ولا بشيء. هاي التعلم الذاتي حلو يكون زي ما حكينا بالبدايه انه يكون في تعليمات واضحه للطالب لما يدخل على الكورس التعلم الذاتي، يكون في عندنا جدة نشاطات، امتى النشاط هذا لازم يعمله، امتى لازم يسلمه، شو المتطلبات،
كمان حلو كمان تزود الطالب أوقات التواصل والتغذية الراجعة، يعني لازم يكون في عنا في التعليم الذاتي حكينا إنه المعلم لازم يخصص ساعات معينة للتواصل المباشر مع الطالب، إنه الطالب في عندك في الساعة الفلانية بإمكانك تتواصل مع المعلم أساس تستفسر عن بعض الشغلات أو حتى تعطيه تغذية راجعة عن المقرر. كمان دور المعلم كمان هنا تسهيل النقاشات المباشرة والنشاطات الجماعية، إنه يعني بين فترة وفترة في التعلم الذاتي أو في مقررات التعلم الذاتي إنه يطرح أسئلة من خلال إنه يفتح نقاشات أو يفتح فورمز أو يفتح ديسكشنز للطلاب ويطلب من الطلاب يناقشوا موضوع معين أو شغلات معينة. هذا من الشغلات اللي لازم المعلم يقومها في التعلم الذاتي حتى يضمن إنه في عنا إنتراكتيف وفي عنا تفاعل للطلاب مع هذا المقرر. كمان بناء على التغذية الراجعة اللي بتيجي من الطلاب لازم يعمل المعلم على تحسين محتوى المقرر بناء على أداء الطلاب وتغذيته الراجعة. كمان في عنا الجزء الثاني من المقررات التعليم الإلكتروني أو التعليم المدمج فنسميه اللي هو الصفوف الافتراضية اللي هي المتزامن اللي هي اللايف سيشن أو الفيرتشوال كلاس روم، وهي بتكون عبارة عن تواصل مباشر مع الطلاب في وقت محدد. يعني الأستاذ بيقول لهم إنه مثلاً كيف إحنا هلا من درس من خلال زوم، نفس الفكرة إنه في تواصل مباشر خلال فترة معينة، وهي لازم المعلم يعمل على اندماج الطلاب في الحصة. يعني يحاول يسأل، يحاول يفتح ديسكشن، يحاول يعمل هاي الشغلات، يحاول كمان يجيب أمثلة حقيقية من الواقع حتى يجذب اهتمام الطالب. كمان لازم تعطي الطالب تغذية راجعة عن أي سؤال أو أي نشاط يقوم فيه. كمان في نهاية أو خلال الصفوف الافتراضية لازم نخصص كمان أسئلة أو وقت للأسئلة الطلاب خلال الصفوف الافتراضية. كمان تحفيز الطالب للمشاركة فيما تعلموا يعني ومارسوا خلال المقرر. هذا مما يتعلق بالتصميم التعليم. هلا ننتقل للجزء الثالث. احنا حكينا تعليم مدمج، حكينا شو التعليم المدمج ماشي، شو الميزات وشو عناصره وكل هاي الامور. حكينا عن التصميم التعليمي اللي هو اساسا لازم يكون متطلب حتى انت تقدر تبني مقرر على باستخدام الموديل. لازم اول شيء تعرف التصميم التعليمي وتعرف شو عناصر التعليم التعليمي وشو الشغلات اللي لازم انت تاخذها بعين الاعتبار لما بدك تصمم كورس على الموديل. فاحنا انهينا الجزئين الاولى، هلا بدنا ننتقل للجزء الثالث وهو الموديل. بعرفش انا في شايف ناس عم بيطلب بدهم اسئله. بعرفش احنا ممكن نخصص الاسئله في مجال نخلي الاسئله للاخير او بعد ما نخلص الجزئيه هاي ممكن احنا نحكي في الاسئله هاي. طبعا الموديل هو يعرف ب مودولار اوبجكت اورينتد دايناميك ليرنينج انفايرمنت. طبعا هو احد انظمه اداره التعليم الالكتروني وصمم على اسس تعليميه ليساعد استاذ المقرر على توفير بيئه تعليميه الكترونيه. طبعا هو نظام تعليمي مفتوح المصدر، ممكن اي مؤسسه تاخذ هذا النظام وتطوره وتعدل عليه وتعمله حسب بيئتها. ممكن تربطه بانظمه ثانيه اذا في عندها انظمه تسجيل او في عندها اللي هو البورتال تاع الجامعه ممكن تربطه معاه. يعني هو نظام مفتوح المصدر، اي مؤسسه بتقدر تاخذه وتستخدمه وتعدل عليه وتضيف عليه. الحلو فيه انه سهل والمعلم بيقدر يستخدمه في اداره العمليه التعليميه بسهوله ويسر. طبعا هذا كمان عنده يوزر فريندلي انه المتعلمين بيقدروا يستعرضوا مقرراتهم وممارسة الانشطه المختلفه يعني اللي بتمكنهم من رفع مستواهم وتحصيلهم العلم. شو خصائص نظام المودل؟ يعني شو الخصائص اللي بتخلي نظام المودل مميز عن غيره؟ طبعا اول شيء هو قادر على تخصيص سجل للمتعلمين او للطلاب لانه بحافظ على ملفاتهم. طبعا هذا بسبب مرونة النظام.
عرض المقررات الإلكترونية بأكثر من صيغة، يعني بإمكانك أنت تستخدم الفيديو، بإمكانك تستخدم الباوربوينت، البي دي اف، صور، ممكن تعمل شغلات تفاعلية، جرافيكس، كل شيء ممكن أنت تعرض فيه المقررات بصيغ مختلفة، HTML، Word، يعني كل هاي الصيغ بإمكانك أنت تعرض المقررات التعليمية فيها. في عندك كمان عنده القدرة على أنك تعمل اختبارات exams للطلاب من خلال هذا النظام. في عنده كمان وسائل للاتصال والتواصل، وسائل الاتصال والتواصل ما بين المتعلمين أنفسهم أو بين المتعلمين والمعلمين من خلال اللايف شات. كانت تعمل لايف شات والطالب كان يتعلم من خلال أو يتواصل من خلال اللايف شات اللي بوفر هذا النظام. طبعا في قدرة كمان أنه الطالب يقدر يحط أو يرفع الأسايمنت، كان الطالب لما المعلم أنه يعطي الطالب أسايمنت أو نحكي واجب منزلي أو تكليفات، بإمكان الطالب يحل هذا الواجب ويرفعه على الموقع تاع المودل، والمعلم يقدر يعطيه درجات ويقدر يحدد المهام الخاصة بهاي الأسايمنت. كمان في قدرة كمان على إدارة الفصول الدراسية، طبعا المعلم بيقدر يدير أكثر من فصل دراسي من خلال هذا الموديل، كمان بيقدر يقيمهم وبيقدر يرفع تقارير لإدارة المدرسة أو لإدارة المؤسسة التعليمية عن أداء الطلاب ونتائجهم. بإمكانك تستخدم مصادر كثيرة في التعليم أو مصادر تعليمية كثيرة وتضيف على هذا النظام زي الويكيبيديا زي اليوتيوب، كثير مصادر تعليمية بإمكانها تربطها في هذا النظام. طبعا مكونات الموديل في ثلاث أقسام أو ثلاث مكونات، في مكونة خاصة بالمعلم، وفي مكونة خاصة بالطالب، وفي مكونة خاصة بالإدارة. يعني في جزء خاص بالمعلم، جزء خاص بالطالب، وجزء خاص بالإدارة. الجزء الخاص بالمعلم، المعلم بيقدر من خلال الجزء الخاص فيه إنه ينشر محتوى أكثر من مقرر تعليم على الموقع، يعني بيقدر هو يعمل أكثر من مقرر تعليم. اثنين، بيقدر يحدد المعلمين المشرفين على المقررات التعليمية، يعني بيقدر يختار مين المعلمين اللي بيقدروا يدخلوا على المقرر تاعه، سواء يدرسوا المقرر أو يساعدوا أو يستخدموه في التدريس أو 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 أو. كمان له القدرة كمان من خلال الجزئية الخاصة فيه إنه إرسال المهام والواجبات للطلاب، يعني بيقدر يعطي الطلاب واجبات ومهام من خلال الجزئية الخاصة فيه. كمان وضع ملاحظات ومذكرات على الطلاب من خلال الجزء الخاص فيه على هذا النظام. بيقدر يستخدم الفصول الافتراضية الفيرتشوال كلاس روم من خلال الجزئية الخاصة فيه. في وضع مراجع متنوعة للطلاب، بيقدر يحط مراجع، بيقدر يحط كتب كمان، بإمكانه يحط كتب كاملة للطلاب انهم يدخلوا على هذه الكتب ويقرأوها. بيمكن يعمل فورمز منتديات للطلاب انهم يدخلوا ويتناقشوا. بيقدر يعمل اختبارات وتمارين واسايمنت وكل هاي الشغلات. بيقدر يضيف مقرر تعليمي، يعني يعمل اكسبورت، يجيب مقرر تعليمي من نظام ثاني ويضيفه على الموديل. الطالب فيه الجزئيه الخاصه فيه انه بيقدر يستخدم البريد الالكتروني الاعلانات، بالاضافه انه بيقدر يدخل ويقرأ يدرس المقرر. في عنده قدرة أن يستخدم بريد إلكتروني يتواصل مع الطلاب زملائه أو يتواصل مع المعلم، بيقدر ينزل إعلانات، بيقدر يبعث رسائل مباشرة عبر الرسائل النصية عن طريق الواتساب أو عن طريق الموبايل، بيقدر إنه يدخل على المنتديات، بيقدر يتواصل ويعمل open discussion أو نقاشات، بيقدر يحمل وينقل ملفات، بيقدر يعمل بحث داخل المقررات من خلال هذا المقرر. في عندنا الجزئية الخاصة بالإدارة اللي هي المسؤولة عن النظام كله، هاي حقيقة هي مسؤولة عن التحكم في الموقع أو في البرنامج كله، هي بتعطي صلاحيات للطالب، بتعمل حساب للطالب، بتعطي دعم فني للطالب. فهي طبعا المكونات تاعت الموديل. في عندنا هنا بعض الأنشطة اللي انت بتقدر من خلالها تعملها حتى تنشئ مقرر تعليمي. يعني لما تنشئ مقرر تعليمي بإمكانك تضيف هذول الأنشطة من خلال هذا النظام. طبعا هاي مش كل الأنشطة، لأنه الحقيقة برنامج مودل هو برنامج كبير وبده أكثر من ندوة، لأنه إذا بدنا نحكي بتفصيله بدنا شهر حتى نكمل كل الميزات وكل الفيتشرز وكل الأدوات الموجودة فيه. مثلا عندنا الأداة، في أداة خاصة بالواجبات والمهام اللي هي assignment، انه بتتيح طبعا للمعلم انه يعطي الطالب مهام وكلفه بواجب منزلي انه يحله.
في عنا التراسل بين المتعلم والمعلم، انه تواصل مباشر زي اللايف شات زي اللي بنستخدمه في الفيسبوك ماسنجر، كل الشغلات في عنا شيء هون نفس الشيء مشابه بس بكون لاغراض تعليميه بين الطالب والمعلم. المنتديات اللي هون بنفتح نقاشات اللي هو اوبن ديسكشن، بنعمل فورم الكويزز انه انت بتقدر تعمل امتحانات واختبارات سريعه للطالب قصيره بعد كل موضوع بنهي بامكانك تعمل هاي الاختبارات. في عنا دروس كمان بتقدر انت تبني او انشاء عدة صفحات مثلا بطريقه منهجيه انك تعمل دروس ل ضمن المقرر الدراسي. بامكانك تستخدم الويكيبيديا مدونات انه تضيف معارف وتضيف نصوص على المقرر الدراسي. تقدر تعمل استطلاعات حتى تستخدم حتى انت تاخذ فيدباك من الطلاب حول المقرر. تقدر تعمل اعلان للطلاب عن موضوع معين او انه تجاوب عن اسايمنت او امور زي هيك. طيب احنا خلصنا هلا. انا يعني قبل ما انتقل للجزء الاخير بعرفش احنا كيف بدنا اذا في حد عنده سؤال. في سؤال يا جماعة؟ في شيء مش واضح قبل ما ننتقل على الجزء الأخير؟ في حد بحب يكون عنده مداخلة؟ في شيء أنا حكيته مش مظبوط؟ تمام يا جماعة؟ واضح الأمور؟ تمام. طيب احنا بدنا ننتقل هلا على الجزء العملي. ما بعرف انا هل انتم موجود عندكم انتم انترنت ولا مش موجود؟ يعني احنا بعرفش انه بسفنا الوقت انه نقدر نمشي اونلاين. طيب تمام. احنا هلا بدنا نبلش بالتطبيق العملي. انا بدي هذا في عندنا احنا موقع اسمه المودل كلاود. هذا الموقع بامكانك تدخل عليه وتستخدم الموديل مجانا لمده 48 يوم. طبعا هون بتقدر تتعلم كيف تنشئ مقرر. هلا بعرفش بتحبوا ننتظر 5 دقائق كل واحد فيكم يعمل اكاونت على هذا ال والحقيقة والله هو الموضوع بيحتاج الموديل دورة كاملة، لأنه زي ما حكيت إنه صعب جدا نغطيه في محاضرة من ساعة أو ساعتين، هو بده وقت كتير. لكن إحنا بنعمل على نزودكم بشيء زي رود ماب، نزودكم بخريطة الطريق إن أنت كيف تمشي، خاصة إنه إحنا زي ما حكيت بسبب تفشي فيروس كورونا، وإنه كل المؤسسات بتتوجه التعليم الالكتروني والتعليم المدمج. على يكون عند يكون عندك انت الاساسيات انه كيف انت تشتغل، يعني منين تبلش، كيف تبلش. فاحنا بلشنا بالطريقه اللي حكينا فيها التعليم المدمج كتعليم كامل شامل، كل المؤسسات راح تتوجه تستخدم اساس انت يكون عندك الكونسبت انه شو التعليم المدمج حتى لو حد سالك. بعدين انت بتنتقل للتصميم التعليمي، انه انت اول شيء بتصمم مقررك قبل ما تروح لمرحله التطوير، انه كيف انت بدك تصمم، وبعدين بتروح لتستخدم التكنولوجيا اللي انت بدك من خلالها تصمم المقرر. فاحنا هلا خلصنا المرحلتين اللي حكيت معها، هلا احنا انتقلنا لموضوع الموديل. الموديل انا راح اساعدكم في انه يعني راح اعلمكم شغلات بسيطه حقيقه عن كيف احنا نصمم مقرر تعليمي. خليني بس انهي هاي الشاشه. هلا انتم تقريبا كلكم اخذتوا الموقع. طب هذا الموقع ممكن انت تاخذه لحالك لاحقا اذا ما سعفكش الوقت انه تمشي معنا في عمليه التطبيق.
انه انت لاحقا بامكانك تستخدم الموقع وتطبقه، يعني حاول تحفظ الاجراءات اللي احنا راح نمشي فيها. انا راح اعرض الاجراءات بباوربوينت هلا، وبعدين بدخل على نظام الموديل وبطبق لكم اياها من خلال النظام. خلينا نشوف شو اول خطوه او كيف لازم ابلش. طبعا بعد ما تعمل انت حسابك على الموديل وتدخل عليه على نظام الموديل، اول شغله بدك تعمل انشاء مقرر دراسي. طبعا هاي الشاشه اول ما بتدخل لك هاي الشاشه، بدك تضغط على في عندنا على اليمين اسمه اداره الموقع، تضغط عليها تطلع لك هاي الشاشه. اذا انت ملاحظ على 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 الجزء اليسار من الشاشه في عندك انشاء مقرر، من هنا انت بتقدر تعمل انشاء مقرر، تضغط على انشاء مقرر. طبعا بعد ما تضغط على انشاء مقرر بتجيك هاي الشاشه اللي هو اضف مساقا جديدا او انشاء مقرر. طبعا في عندك انت هاي كل الحقول او الفيلدز اللي بنسميها انت بدك تعبيها بالمعلومات المطلوبه. هلا اللي على جنب الفيلد اللي جنبه احمر هذا يعني لازم تعبيه، يعني ما بصيرش انك تتركه فاضي. فالفيلدز او الحقول اللي بجانب احمر هاي حقول لازم تعبيها لانه ضروري، ما بتقدر تعبي باقي المعلومات وما تعمل انشاء للمقرر بدون ما تعبي هاي الحقول او هاي الفيلدز. كمان اذا بتلاحظ كمان عندك باللون الازرق في question mark بالابيض فيها، هاي اذا بتضغط عليها بتعطيك تعليمات انه هذا الفيلد شو لازم تعبى فيه. يعني كل وحده فيها هاي بعطيك تعليمات انت شو المعلومات اللي لازم تعبيها في كل عندنا كمان انشاء. طبعا بعد ما تنشئ مقرر انت خلص انشات مقرر، هلا بعد انشاء مقرر شو بيجي عندنا؟ بدك تنشئ درس. يعني انت مقرر تنشئ درس او وحده او شيء زي كانك انت بتالف في كتاب. يعني بتالف كتاب، وانت لما بتجي تالف كتاب اول شغله شو بتعملها؟ بتالف الكتاب، بتعمل الكفر، بعدين بتبلش تكتب المحتوى داخل الكتاب. بتقسم لوحدات، بتبلش بالوحده الاولى اللي هو الدرس الاول، اللي هو الدرس الاول المقرر، فبتروح بتعمل انشاء للدرس بالطريقه هاي. اذا بنلاحظ هلا مثلا عندي انا قواعد اللغه العربيه للمبتدئين، وعندي ضفت درس في هذا المقرر. انا عندي المقرر اسمه قواعد اللغه العربيه للمبتدئين، راح انشئ درس اسمه اقسام الكلام باللغه العربيه. طبعا بتعبي كل الحقول هاي. طبعا بعد انشاء المقرر بتنشئ الدرس سوري، وبتحط المحتوى المطلوب، ممكن تستخدم فيديو، تستخدم ساوند. هلا بعد ما تنشئ المقرر تيجي لدور انه انت بدك تعمل اختبار للطلاب، على اعتبار انه الطلاب بدهم يدرسوا هذا الدرس او هذه الوحده، وبدك تضمن انه الطلاب فعلا استفادوا وصار عندهم معرفه، بدك تقيم معرفتهم ومهاراتهم لهذا الدرس. فبتعمل بعديها انشاء اختبار او كويز، فبتعمل كويز حتى تقيم اختبارات الطالب. طبعا هاي الطريقه. طبعا في عندنا كثير انواع من الاختبارات، في عندنا مالتيبل تشويس اللي هو اختيار من متعدد، في عندنا امتحانات شفويه، في عندنا الاختيار من بدائل، في كثير. طبعا انا راح اورجيكم اياها لما ندخل على الموديل بشكل عملي، اورجيكم كل هاي التفاصيل. اذا ملاحظين هيو في عندك اختر نوع السؤال الذي ترغب باضافته، يعني انت شو نوع السؤال، اختيار الكلمات المفقوده، الاجابات المضمنه، السحب والافلات، المطابقه، حسابي مسائل حسابيه، عندك ممكن صح وخطا، ممكن اختيار متعدد. فانت بتختار شو طبيعه السؤال اللي بدك اياه، بدك اياه اختيار متعدد صح ولا خطا، زي انت ما بتختار بالضبط. طبعا انت بتقدر تختار امتحان، طبعا هذا سؤال، طبعا انت بتقدر تختار امتحان اكثر من سؤال، ممكن يكون سؤال او نوع السؤال بيختلف عن الثاني، فانت بتقدر تختار اكثر من نوعيه. اذا بتلاحظ هنا اللي هو الاجابات، تقدر تختار شو الاجابات اللي انت تقدر تستخدمها. طبعا هذا نموذج انت بتقدر تعمل معاينه، مثلا اختيار احد الخيارات التاليه، المبتدا، الخبر، هذا احد يعني الامثله انه انت كيف تقدر تعمل امتحان او سؤال اختيار من متعدد. هلا ممكن تضيف مصدر انت يعني للدرس زي ما حكينا،
انت مثلا في تضيف كتاب، شفت انه في كتاب بيحكي عن اقسام الكلام، والله مهم نحط للطلاب يضيفوا، فممكن تروح على مصادر وتضيف هاي الامور. كتاب زي ما انتم شايفين، حطينا الكتاب، اضاف فصل في كتاب، يعني ممكن تضيف اسم الكتاب وبعدين ترتب فصول داخل الكتاب، يكون في اكثر من فصل داخل الكتاب. بعد ما تعمل المقرر بصير انه انت بدك تدخل الطلاب، تسجل الطلاب في هذا المقرر. طبعا انت هنا بدك تضيف اسماء الطلاب في موقع على شو اسمه، بتضيف اسماء الطلاب، وبعد ما تضيف اسماء الطلاب بصير لاحقا انت تدخل اسماء الطلاب على هذا المقرر حتى الطلاب يقدروا يستخدموا، يعني الطلاب اللي عندك زي ما هو واضح في الصوره. هنا بيجي عندنا تسجيل المستخدمين، عندك لو بتلاحظ المشتركين، تسجيل المستخدمين تقدر تسجلهم بالمحتوى. طبعا هذا بشكل سريع عن خليني ادخل على النظام وارجيكم الخطوات عمليه. طيب في حد سجل على الموقع؟ شباب اذا حدا عنده مشكله شيء مش فاهمه رجاء احكي. طيب خلينا نروح على الموقع نجرب اعمل له شير من عندي. طيب ظهر الشاشة حاليا عندكم؟ واضحة؟ طيب خلينا نمشي بالخطوات. طيب أول خطوة بروح على إدارة الموقع عند هون. نروح على إدارة الموقع. ماشي، هلا في تلاحظ إدارة الموقع في عنا المستخدمون، طبعا هنا تقدر تضيف انت مستخدم لأن بدك تضيف الطلاب لاحقا. في عنا هنا مقررات دراسية، هنا إذا بدك تضيف مقرر أو تحرر مقرر. فأنا راح خلينا نبلش في إضافة مقرر. مقرر دراسي. تطلع لك هاي الصفحة. تروح على إنشاء مقرر جديد. طبعا انت مع الممارسه، وكثير في فيديوهات على الانترنت بامكانك تدخل وورجوك كيف بالضبط كيف استخدام الموديل، يعني مش شغله مش صعبه، موجود كثير ريسورسز وموجود كثير دليل بالعربي على المواقع على الانترنت، حتى نفس الموقع في كثير تعليمات بالعربي، يعني اذا انت بتلاحظ هون على هاي الشاشه ضغطت بعطيك بالضبط شو انت لازم تعبي في هذا الفيلد او على هذا الكويشن مارك. ماشي؟ فبعطيك بالضبط كل فيلد انت كيف او شو لازم، شو المعلومات اللي لازم تعبيها. فهنا ببلش انت مثلا عندنا اسم مقرر بدي احطه انا مثلا زي ما حكيت اللي هو اللغه العربيه للمبتدئين، وبدي اعطيه اسم مختصر، ممكن احط Arabic F مثلا او AF مثلا Arabic for foreign أو beginner Arabic for beginner. هنا بتحط المايلستون الميسلونس. الميسلونس هاي عبارة عن تصنيف المقرر، يعني طبعا في تصنيفات بإمكانك تصنف المقررات تاعتك، ما بعرفش مقررات نحكي عملية، مقررات نظرية، ما بعرفش كيف بتصنفها. هنا بتصير أنت تحط المقررات في جروبز، يعني تصنفها ضمن جروبز.
اشهار الصف. هلا انت بتحب انه مثلا تعرضه لطلابك ولا تخفيه؟ يعني او انه ممكن تخفيه هلا في المرحله الحاليه وتعرضه في مرحله معينه انت بدك تشتغل عليه تطوره، وبعد ما تكون جاهز بعدين بتعرضه للطلاب. فانا ممكن تحط اخفاء لغايه انت ما تصير مطوره للطلاب. في عندك تاريخ بدء المقرر، انت تاريخ المقرر يعني بدك المقرر يبلش على الفصل الثاني، بدايه الفصل الثاني بشهر كذا بتاريخ كذا، انت بتحدد شو الشغلات اللي انت بدك تقررها. بعدين عندك تاريخ انتهاء المقرر مثلا زي ما انت شايف، مثلا انت بدك المقرر. هلا رقم مقرر الدراسي، طبعا انت عارف احنا كثير بعطوا ارقام للمقرر، كل مقرر اذا انت عندك مقرر في الجامعه مثلا او مقرر في المدرسه وهذا المقرر له رقم، على احنا في الجامعه بكون المقررات لها ارقام، انت بامكانك تحط نفس رقم المقرر اللي عندك بالجامعه هون. عندك مثلا يغطي هذا الوصف، طبعا انت بتحط هنا وصف المقرر، وزي ما حكينا احنا في الباوربوينت اللي عرضناه انه منيح يكون في عندنا وصف للمقرر حتى الطالب لما يدخل يعرف انه المقرر عن ايش بحكي وشو اهدافه وشو بغطي وكل هاي الشغلات لازم تكون. انا ممكن تحط ملف، اذا عندك ملف طبعا ملف صوره هون بدك تحط كفر للمقرر، شيء معين ممكن تضيفه. عندك تنسيق المقرر، تنسيق الموضوعات بدك يكون التنسيق يعني تنسيق بناء على الموضوعات، ولا بدك يكون التنسيق اسبوع اسبوع، يعني ممكن انه تعمل المقرر انه مثلا الموضوع الاول راح اعرضه في الاسبوع الاول، الموضوع الثاني في الاسبوع الثاني، الموضوع الثالث في الاسبوع الثاني، او ممكن يكون تنسيق اجتماعي يعني او تنسيق زي ما حكينا تنسيق موضوعات انه تسلسل الموضوعات للمقرر يكون في موضوعات متسلسله ورا بعض. بدك المواضيع مخفيه ولا مش مخفيه، مخطط المقرر زي ما حكينا اعرض كافه الاقسام في صفحه واحده او ممكن تعرض انت اكثر من صفحه. المظهر كيف لازم يكون، اللغه مثلا بدك اياه يطلع باللغه العربيه باللغه الانجليزيه، عدد الاعلانات اللي لازم مثلا اذا بدك تحط اعلانات او تنشر اعلانات قديش عدد الاعلانات، بدك تعرض مثلا الدرجات للطلاب، النشاطات، في كل هاي الخصائص انت تقدر تعملها من خلال هاي البيانات اللي بدك تعبيها للمقرر. طبعا بعد ما تنتهي بتقدر تعمل حفظ او حفظ عودي، حفظ معايني بفضل تعمل حفظ معايني على اساس انه تعمل معاينه للمقرر. هاي زي ما تلاحظ صار في عندنا مقرر اسمه اللغه العربيه للمبتدئين. هلا في عندك هون تسجيل المستخدمين زي ما انت شايف، هلا انت هون بامكانك تروح على تسجيل المستخدمين، طبعا لازم تكون زي ما حكينا لما حكيت لكم بالاول لما تروح على ذات الموقع لازم تعمل مستخدمين هنا، تضيف الطلاب يعني بدك تضيف اسمائهم وايميلاتهم واذا في عندهم تلفونات بدك تضيف كل هاي المعلومات. على بعد ما تضيف اسم المقرر بدك تضيف اسماء الطلاب، بدك تسجل الطلاب في المقرر، وبتروح على تسجيل المستخدمين هنا وبتسجل الطلاب في هذا المقرر، بصير الطلاب قادرين انهم يستخدموا او يقراوا هذا المقرر. انا مثلا عندي مقرر مستخدم واحد، ممكن اوكي عندي مستخدمين وهذا المستخدم صار عندي انا طالبين في عندي في الدوره دي. نعمل تسجيل الطلاب بصير عندي طالبين انا مسجلين زي ما انتم لاحظين في المقرر. اوكي طيب، هلا بعد ما سجلنا او عملنا اسم المقرر واعطينا اسم واعطينا وصف واعطينا كل الفيتشرز هاي، بصير عندنا نضيف الموضوعات او الدروس. بدك هلا بدنا نضيف دروس، فبنروح على الموضوعات او الموضوع على طالع عندنا لغه بدنا نضيف الموضوع. هلا حتى اقدر اكون او اكون قادر على اضافه مقرر لازم اروح على الاعدادات هون واعمل تشغيل التحرير. تشغيل التحرير انه انا بقدر احرر، بقدر اضيف، بقدر اعدل، ماشي، بقدر اعمل تشغيل. هذا انتم ملاحظين هنا كمان في عندي منتدى الاخبار، منتدى الاخبار هاي انت لما بكره بتصير تعمل اخبار للطلاب عن العلاقه بالمقرر انه والله اذا
عندكم امتحان الاسبوع الجاي او والله عندكم اساينمنت حلوها ولا عندكم احنا في نشاط معين لازم او في عندنا راح يكون في عندنا لقاء على الصفوف الافتراضيه لقاء مباشر فانت بتنزل كل الاعلانات اللي للطلاب من خلال هذا المنتدى هذا اذا نلاحظ صار في عندنا على الجهه اليسرى للشاشه صار في عندك هنا اضف نشاط ماشي تطلع لك هاي الشاشه الكل معي في حدا مش عارف اشي مش فاهم اشي يا جماعه اكتب لي على الشات اساس انه انا قديش انا ماشي و واضح معلش انا بقرا في 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 في, في المسجات يعني عشان هيك وقفت فاعذروني على اساس بدي اعرف اذا الامور ماشي على الموضوع اخ شمعه انت بعثت لك الرابط انا بدك تسجل هناك وتدخل على الموقع حتى تقدر تستخدمه يعني اتوقع في ناس كثير دخلوا على الموقع حاليا بلشوا يعني يسجلوا في حدا عنده مشاكل في التسجيل اخ مصطفى في عندك على الرابط تاع الموقع طريقه لتحويله للغه العربيه لحظه بس بعد 48 يوم لازم تشتري دكتور احمد لانه هم بيعطوك 48 كنسخه تجريبيه وبعد 48 يوم لازم تشتري او انه تعمل يعني حساب جديد لان هم بيعطوك بس فتره زمنيه معينه تستخدمه بس اعتقد اذا انت بدرس في احدى الجامعات وممكن يكون الجامعه نفسها بتستخدم النظام هذا فممكن انه من خلال الجامعه تستخدمه وش اسمه هذا النسخه هاي هي حقيقه بيوفروها للناس اللي ما عندهم هذا النظام فبامكانك انت تستخدمه يعني ماشي شباب طيب هلا احنا قلنا بدنا نضيف موضوع او بدنا نضيف نشاط هلا الموضوع انه بدك تضيف شو النشاط او المصدر عندك نوعين اما بتضيف نشاط أو بتضيف مصدر يعني مصدر تعليمي النشاط المقصود فيه إنه أنت بدك تضيف مثلا نحكي درس أو بدك تضيف محادثة إنه تفتح زي لايف شات مع الطلاب وتضيفه على أساس الطلاب يتواصلوا فيه قاعدة بيانات داتابيس طالب ممكن يدخل عليها ويبحث من خلالها على بعض المعلومات في عندك واجب بدك تعمل زي أسايمنت إنه تضيف أسايمنت للطالب انه وتكلفوا فيها يحلها ممكن تعمل فورم اللي هو منتدى اللي منتدى للنقاش الطلاب يقدروا يستخدموا فيه ممكن تعمل اختبار هذا اختبار عباره عن اختبار بسيط انه زي انت لما بدك تخلي الطلاب يكونوا معك انتر اكتف بتعمل زي سؤال بسيط سريع انه طالب انه يجاوب على هذا السؤال او ما يجابش او انت بدك تتاكد انه الطالب فاهم الموضوع مش فاهم زي احنا بنحكي كيف انت بتسال سؤال بالصف نفس الفكره هو اختبار بسيط تقدر تستخدمه بامكانها زي ما حكينا استبيان اختبار افاده كل هاي الامور خلينا نضيف مثلا درس اضافه الدرس اوكي هلا اذا ملاحظين صار في عندنا الشاشه تاعت اضافه الدرس صارت تحت المقرر تاع اللغه العربيه للمبتدئين. هلا شو ممكن نضيف؟ ممكن نضيف مثلا شيء العلاقه ب انا في عندي هنا ملف كتاب ممكن نحط الاسماء. كنوع من او كدرس في اللغه العربيه عن الاسماء صح؟ وبنحكي انه يشرح هذا
الدرس الأسماء في اللغة العربية وأنواعها إلى آخره. تقدر تضيف في الوصف اللي بدك إياه، أنا قاعد بدك تقدر تضيف. ماشي، واضحة يا جماعة؟ واضحة يا جماعة؟ نعم، هو الموقع عندي بالعربي، واعتقد انت بتقدر تعمله بالعربي يا مصطفى، بس في موقع انا ما عندي مشكله، ممكن نتواصل مع بعض بعد المحاضره وورجيك كيف ممكن تحوله للعربي، ما عندي مشكله. يعني انا راح ابعث لكم ايميلي واتساب واتسفر، وممكن نضل على تواصل حتى احنا ازودكم باي معلومات عن الموديل، او كيف ممكن انه تضيفوا شغلات، تغيروا شغلات، تعدوا شغلات، فممكن انه ابعث لكم كل هاي المعلومات، ما في مشكله. يعني اهم شغله انه احنا ناخذ الفكره، يعني نفهم الكونسبت. انا حكيت لكم انه المحاضره ساعتين وما في مجال تقدر تشرح كل هاي الشغلات، يعني الموديل لحاله حقيقه بده اسبوعين محاضرات يوميا حتى تقدر تغطي كل الاجزاء، لانه الحقيقه موضوع كبير وموضوع فيه كثير تفاصيل، والموضوع بحاجه لممارسه عمليه حتى عن قرب. يعني ممكن احنا بنحاول احنا هنا من عن طريق الزوم انه نعمل شيء براكتيكال، شيء مارسه، لكن الحقيقه شوي صعبه الامور انه تعمل شيء على الموديل براكتيكال. بس انت لحالك بتقدر تتعلم، لانه في كثير برامج تعليميه على اليوتيوب بتحكي عن الموديل. يعني لو دخلت بامكانك لحالك تتعلم وتصير تمارس. يعني انا بنعطيك راس الخيط زي ما بحكوها وانت بتكمل، يعني نعطيك راس الخيط انت كيف تمشي، كيف تفهم الكونسبت، كيف البروسيجر تمشي فيه، كل هاي الامور، وبعدين انت لاحقا بتكمل لحالك. يعني ما في اي مشكله. يعني بس اذا في يعني بعض القضايا الشائكه او العالقه ممكن ان احنا ما تقدرش انت تمشي فيها لوحدك، بدك مساعده، احنا جاهزين، يعني ما في اي مشكله. تمام، تمام. هلا احنا حكينا انه شو بنحط المعلومات، اسم الدرس، شو الوصف تاع الدرس. طبعا بتقدر تضيف الامتيازات الثانيه، كل المظهر، يعني شريط التقدم، انه يصير في عندنا الشريط اللي بتقدر انه من خلاله تطلع وتنزل وبعرف ايش، يعني كل هاي القضايا بدك اياه يكون متاح في فتره معينه للطلاب، بدك تخليه متاح هلا وبعدها يلغى، تقدر تلغي. فلو كنترول، انه بتسمح للطالب انه يراجع الدرس ويقدر يراجع شغله زي هيك. الدرجه، انا بقدر تعطي الطالب اللي بيدخل وبيقرا الدرس بدك تعطيه نقاط، يعني تعطيه درجه. اللي بيدخل وبيقرا، وهي حتى بيعتمدوها للناس اللي بدك تعملهم تراكنج، يعني تعمل متابعه لمدى تقدمه او مدى دراسته، هل دخل على المقرر، قرأوا ما رقوش، بدك تعطيه علامه، هاي الشغلات ممكن تضيفها. طبعا كثير في مميزات ممكن انت بس مجرد انك تضغط كليك على الجنب الحقل بعطيك بالضبط شو المقصود فيه، يعني ما في شيء صعب. درجه النجاح بعطيك بالضبط شو المقصود فيه، ممكن يكون بشيء بالانجليزي وبشيء بالعربي، لكن بالاجمالا موجود كل شيء هون على طبعا تقدر تعمل حفظ وعوده المقرر او حفظ ومعاينه. اوكي، فهو بعطيك هذا المعاين الى الاسماء. هلا صار في عندنا لغه عربيه المقرر، صار عندنا الاسماء هي الدرس. طبعا انت بتقدر تضيف شغلات كثير، يعني مش ممكن انت تضيف مزيد من الريسورسز، مزيد من الدروس، يعني كثير شغلات ممكن تضيفها هون. اوكي، هلا ضفنا عن اسماء. طبعا ممكن تضيف كمان شغلات كثير هون، ممكن تضيف
مصدر بدل ممكن تضيف رابط الكتروني موجود على اليوتيوب مثلا. اذا في عندك مقرر بحكي عن اللغة العربية مثلا ممكن اروح على يوتيوب واشوف اشي بحكي عن الاسماء في اللغة العربية او شو انواع الاسماء في اللغة العربية واضيفه هون، يعني اضيف الرابط تاعه واحكي وصف عنه. خلينا اجرب اعملها. يوتيوب اوكي انواع الاسماء في اللغه العربيه. اوكي ممكن هذا نحط فيديو تعليمي. اوكي فيديو تعليمي اسماء انواع الاسماء اللغة العربية. تمام ممكن نحط الرابط هون، نحط نفس الشيء وصف انه هذا الفيديو اوكي انواع او فيديو العربية. تمام طبعا بتعبي باقي المعلومات او كل المعلومات الجزء لو حاطينها حفظ ومعاينة، يعني انا خلينا نعمل معاينة قبل ما بتلاحظ هنا انه عندك انت هنا فيديو بامكان الطالب يدخل عليه ويقدر يروح على الفيديو تعليمي عن اللغة العربية او بحكي عن انواع الاسماء في تمام. تمام يا جماعه هلا هنا انتم لاحظين الاسم الـ
اسم المقرر وفي وصف عنه اللغة العربية للمبتدئين. هذا طبعا انت اول ما تدخل بتشوف المقرر تاعك اللي انت انشأته، وممكن هلا تدخل في تفاصيل او تسأل او تستفسر تفاصيل عن هذا المقرر. واضحة الامور يا جماعة؟ دكتورة إيمان تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. مش عارفة عليكم السلام. اتفضلي دكتورة إيمان تفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك دكتورة إيمان عارف، كلية فنون جميلة جامعة حلوان، استاذ مساعد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخت إيمان. اهلا بحضرتك يا فندم. هو استاذ حضرتك ازاي ان انا يعني الهوست بتاعي، او ازاي ان انا اعمل انفيتيشن للطلبة؟ يعني انا حضرتك دخلت وسجلت، بشوف الاوبشنز ازاي بقى اخلي الطلبه جوين معانا، ازاي كونتاكت معايا، هل في باسورد؟ لا هو 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 في في طريقه. انا شرحت دكتوره ايمان انه كيف تضيفي اسمعته. هلا بورجيك اياها عملي. تمام. هنا انا حكيت هلا، بس في كمان اخي مصطفى كان بيسال عن انه كيف انا بدي احوله من انجليزي لعربي. هلا انت اول ما تدخل في عندك كون الاوبشن بيعطيك اللغات كاملة. هو البرنامج بتقريبا ب 147 لغة، أو بعرفش قديش يعني، أو 47 لغة مش عارف بالضبط، بس هو في لغات كثير يعني أنت بتقدر تستخدم. بس ما فيهوش عربي يا حضرتك؟ أنا جربت. لا في عربي. ادخلي انزلي تحت تحت تحت. تحت. تمام. تحت. لا ما كملتش. عندك هنا فارسي. في عندك عربي، في عندك سندي، في بعرفش يعني كل اللغات اللي بدك إياها يعني. جزاك الله حتى خير. حتى في لغات بأكثر من لهجة يعني. بس بتقدري انت تستخدمي اي لغه وتختاري انت اللغه اللي بدك اياها. احنا كنا بندور على عربيك فما لقيناهاش. هي بالعربي هم حاطينها على اعتبار انه العربي بعرف شو اسمه لغات ثانيه، فهذه العربي هيو بتحول عندك اوتوماتيكلي للعربي زي ما انت شايف. هلا انا الشاشه تاعتي واضحه عندكم؟ تمام حياك الله شكرا. هلا في شغله هلا بخصوص ال بخصوص المستخدمون، بتروح على إدارة الموقع دكتورة إيمان معي أنت؟ أيوة فندم أنا محضرتك. yes. تمام. في عندنا على 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 على, على, على الجهة اليمين من الشاشة في إدارة الموقع، أوكي؟ اللي هي أنا حاط عليها الكيرسر تاع الماوس إدارة الموقع إذا أنت بتلاحظي. وبعدين بتروحي على شيء بسموه المستخدمون بالعربي، وبتعملي إضافة مستخدما جديدا. تمام. وهنا بتضيفي أسماء الطلاب أو أسماء المعلمين اللي أنت طبعا في كتير كل المعلومات اللي أنت حابة تضيفيها، في كتير معلومات، بس المعلومات اللي على جبهة اللي بجانبها أحمر هاي معلومات إجبارية لازم تضيفيها، اللي البقية بتضل هي معلومات اوبشنال يعني اختياريه بامكانك تضيفيها او ما بامكانك تضيفيها. فانت بتضيفي من هنا اسماء الطلاب على اساس لاحقا تسجليهم بالكورس تاعك. بعد اذن حضرتك اعتقد ان دي شويه مرهقه ان انا اسجل 120 طالب، هو ده لي عدد يعني طلاب معين ولا حضرتك ايه؟ يعني مثلا في الزوم معروف ان في عدد محدود، هل في الـ لا هم مش محددين حدد معين حقيقي يعني محددين. هذا بتحكي عن جامعات يعني، هذا جامعات بتستخدمه بمئات الالاف يعني. يعني انا بعرف جامعه زي الاناضول بتركيا عندها 1.5 مليون طالب يعني، ما في ليميتيشن يعني للموضوع. هذا هو بتعلق انه هو باخذ الحسابات من الـ من الـ من الاوبريتنج سيستم يعني اسمه، وبتحكم فيها بس ما لها اي علاقه. أعتقد حضرتك ما فيش وسيلة أخرى إن أنا أقعد أسجل كل الطلاب ده بنفسي ولا شوية كتير؟ وقد يكون في بعض الشغلات، بس هاي بدها مبرمجين إنهم يعملوا لك إمبورت للأسماء الطلاب من نظام التسجيل مثلا. إذا أنت مثلا بتدرسي بجامعة وعندك نظام بالجامعة بيسحبوا الداتا من نظام التسجيل يعني. إذا أنت مثلا عندك بتدرسي مثلا في كلية الآرت
وعندك بالدرس مساق هناك، وفي عدد الطلاب اللي مسجلين في هذا المساق او هذا المقرر بدك تنقليهم للموديل، فممكن هم الفنيين اللي عندك بالجامعه والمبرمجين هم بيعملوا لك اكسبورت من خلال، لانه الحلو في هذا النظام اللي هو نظام مفتوح المصدر، عارف كيف يعني المبرمج اللي بيشتغل برمجي كمان هو بيقدر يتحكم في نقل البيانات بينه وبين الانظمه الاخرى، فاهم شو الفكره؟ فهم بامكانهم ينقلوا يعني بالطريقه هذه. شكرا. طب سؤال بس بعد اذن حضرتك اخير، هل ممكن ان انا حضرتك ذكرت ان احنا ممكن ان انا اكتر من مقرر احمله، هل في نفس التوقيت ممكن للطلاب يستخدموه؟ مش هيعمل لود على البروجرام او حاجه؟ لا، هو اذا كان عندك البنيه التحتيه بالجامعه او بالمؤسسه قويه ما بيعمل لود، السيستم ما له علاقه، بتعلق بسرعه الانترنت، قديش عندك الانترنت سريعه بالمؤسسه وقديش بيكون هذا، هي انا المربط الفرز زي ما حكي احنا. بس كسيستم ما في مشكله، تقدر تستخدمي مئات الكورسات في نفس الوقت يعني. شكرا لحضرتك، جزاك الله خير. ولا يهمك يا دكتوره. اهلا بك. طيب في سؤال ثاني. ما في اسئله ثاني. طيب جماعه احنا هلا فرجيناكم كيف نعمل مستخدم جديد وكيف نضيفه. انا راح ارجع على المقرر واشوف كيف ممكن نضيف شغلات ثانيه. من الشغلات اللي ممكن نضيفها، اذا ملاحظين ان احنا ضفنا في المقرر ضفنا الاسماء كدرس وضفنا فيديو تعليمي بامكان الطالب يضيفوه. هلا انت بعد ما تنهي من الموضوع هذا بدك تعمل شيء بنسميه اللي هو نعمل اختبار، يعني انت بدك تختبر امكانيات الطلاب او مهاراتهم او معرفتهم بالموضوع اللي انت عرضته وهم بيدرسوه، فانت بدك تعمل اختبار، فبترجع تعمل تشغيل للتحرير او ايقاف، من هنا بتقدر تعمل تشغيل وايقاف، بعد ما تعمل تشغيل بتروح تعمل اضف نشاطا او موردا، يعني اما اكتيفيتي او ريسورس، تعمل اضافه بتروح على اختبار، عندنا الاختبار هون، تعمل اضافه اختبار، هون بتسمي اختبار مثلا، اما بتسمي مثلا اختبار بعرف يعني اسماء، اختبار نصفي او اختبار فصلي او بعرفش يعني، او اختبار نهائي ما بعرف بالضبط، مثلا هذا اختبار اختبار فصلي مثلا لقياس معرفه الطالب في موضوع كذا كذا كذا، انت بتكتب وصف طبعا عن كذا، بتكمل الوصف وبتعبي باقي المعلومات، بدك تعرض افقيا او عموديا، كل هاي الخيارات انت بتقدر تحدد فيها. اوكي، وبنعمل حفظ، اوكي 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 هاي يمكن عبيها A B C، تنين اوكي صار عندنا اختبار نصفي. هلا بنحدد
طبعا انا نختار الاسم الاسم ال معلش انا شكله في 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 مشكله عندي بال شوي عم بعلق الجهاز. اوكي طبعا عندنا خيارات هنا انه امتى الامتحان يكون يعني متاح، امتى لازم الامتحان هذا يكون او الاسئله تكون موجوده. الريزلت يعني هل لا تنشر النتائج للطلاب، بدك تنشرها للطلاب نتائج الامتحان. زي ما حكينا انه متاح او غير متاح، بدك انت تكون مثلا هاي الاسئله متاحه للطلاب ضمن وقت معين ولا لا. تقييد الدخول وسوهم لكل هاي الشغلات يعني انت بتقدر تحددها من خلال ال ال اوكي. تمام. انا بتلاحظ انه في عندنا اذا جاوب على الاسئله او ما جاوبش. ممكن نعمل احنا اكثر من طريقه للاسئله. اوكي اختبار. اوكي اعتقد انه راح كمان مرة. انا اسف بس شكله في في بطء عندي بالجهه بالانترنت فانا بعتذر. طيب نضيف كمان مره نروح نعمل اختبار. اوكي هذا الاختبار، نعمل إضافة اختبار كمان مرة. تمام. معلش تحملون شوي لأنه في بطء بالإنترنت عشان كده يعني ما. خلينا بس نعمل هاي هاي النشاط أساس يعني نكون أقل ما فيها، أعطينا جزء من الاساسيات. عندنا هنا اضافه اختبار جديد زي ما حكينا، ممكن نسميه اختبار نصفي. اوكي. او اختبار نسميه اختبار قصير.
كذا نعمل اختبار لقياس معرفة طالب بأنواع الأسماء في اللغة العربية. أوكي ماشي. وبنعبي باقي المعلومات الثانية. طبعا هون زي ما حكينا تقدر تضيف توقيت، تقدر تضيف كل المعلومات الاخرى اللي نعمل حفظ وعودي. طبعا بتضيف كل المعلومات اللي حكيناها انه متى بتحب تنشر الامتحان، بتحب تنشر النتائج للطلاب، ما بتحب. احنا كل الخصائص اللي حكيناها تحت موجوده، بتقدر انت لحالك تتصفحها وتعرف كل هاي الامور. اوكي. وانا بنختار شو نوع اخترنا الامتحان، السؤال او الامتحان. هنا بنختار الاسئله تاعت الامتحان، يعني انا سميناه اختبار قصير. هلا بنختار الاسئله اضف اسئله. هاي بدنا نضيف سؤال، نروح بنضيف. طبعا عندك كنا جميع انواع الاسئله، اما بكون اختيار الكلمات المفقوده، الاجابات المصممه، السحب والافلات، المضايقه، حسابي، كل هاي الامور. احنا بنختار اختيار من متعدد، راح يطلع لنا الشاشه هاي. ممكن نحطه افتراضي، او انت بتحط بالضبط شو الاشياء اللي انت بتحب تضيفها. بنحطه تحت الدرس اللي هو الخاص بالاسماء. طيب بدنا نحط مثلا سؤال، مثلا جميع الاسماء في اللغه صحيحه ما عدا، او انواع الاسماء في اللغه صحيحه ما عدا. ممكن مثلا اسم او نوع واحد ما هو. اوكي. طبعا تقدر تحط وصفون نفس الشيء، ممكن تضيفه او تقدر تضيف النص اللي بدك اياه في نفس السؤال. الدرجة الافتراضية إفادي هاي عامة، ممكن تعطي تعليمات أكثر للطالب عن السؤال إذا بدك تعطيه مزيد من التفاصيل، أو إفادي أكثر عن السؤال. تقدر تعطي هنا رقم للسؤال، إجابة واحدة أو عدة إجابات بدك إياه يكون إجابة واحدة، أو ممكن يكون إجابتين من أكثر من إجابة. الخيارات كيف شكلها، ألف باتا ولا واحد اثنين ثلاث. بعدين هون بتحط حط الأسماء اللي انت بتحط، اسف، الاجابات. مثلا نحط مثلا الاسماء الفعليه والاسماء اللي بعرفش ايش هيك، بس مجرد للمثال يعني. الاسماء الوصفيه، الاسماء يعني هيك. هلا وانا بنحدد الدرجه، طبعا انت لازم تحدد الدرجه. الاجابه الصحيحه لازم تكون حاطها 100% اساس، هي على اساس انها هي الاجابه الصحيحه، والباقي بتخليها لا يوجد لا يوجد. وبتعمل حفظ تغييرات.
اوكي بنعمل معاينه. شفت سؤال كيف طلع شكله؟ اوكي هاي طلع عندنا السؤال مثلا جميع انواع الاسماء اللغه صحيحه ما عدا نوع واحد ما هو مثلا اختار احد الخيارات بدك واحد او اثنين ممكن لو حطينا هاي مثلا الايجابي او هاي نشوف اذا صح ولا لا سلم وقدم الايجابي منتهى نشوف شو بده يعطينا أنا آسف بس لأن شكل الإنترنت صار عندي بطيء فشوي الأمور صعبة. أوكي إذا ملاحظين هي أعطانا الإيجابي. الإيجابي صحيح نفس الفكرة تقدر تعمل 10 أسئلة 20 سؤال 50 سؤال وبتقدر تختار نوعيات مختلفة من الأسئلة. طبعا هيك إحنا بنكون يعني غطينا الأساسيات في تصميم مقرر. إذا إحنا بنلاحظ إنه إحنا حكينا عن درس وحكينا عن دخلنا فيديو عملنا اختيار نصفي اختبار نصفي هذا اختبار سريع وهذا اختبار قصير اللي هو المالتيبل تشويس أو شيء فهيك إحنا يعني هاي تقريبا الأساسية طبعا في كثير شغلات ممكن تضيفها وتعمل مقرر دراسي في النهاية بيطلع عندك مقرر دراسي بتكون من عدة مواضيع الطالب بدخل بيقرأ الموضوع وبحضر الفيديو ممكن يكون في صورة ممكن يكون في كتاب ممكن يكون في شيء وفي النهاية بيعمل اختبار على أهم شيء أنه لما تعمل تصميم للمقرر يكون في عندك ترابط بين المواضيع يعني المواضيع هاي يكون في ترابط في كثير مثلا من الناس اللي بيصمموا المقررات ما الطالب ما بيقدر ينتقل على الموضوع الثاني إلا لما ينجح في الاختبار أو يجيب علامة معينة إذا ما نجح مطلوب منه ما بيقدر يدخل على المرحلة الثانية لازم يرجع يدرس من أول جديد فهيك بتضمن إنه الطالب بيمشي ضمن تسلسل معين فأتوقع يعني إحنا هيك بنكون إحنا غطينا الشغلات الأساسية لهذا كيف نعمل مقرر بنمط التعليم المدمج من خلال المودل وإذا في حدا عنده أي سؤال أنا جاهز شكرا لكم لصبركم معي يعني رغم انه في مشاكل على الانترنت يعني فشكرا لكم وشكرا لصبركم يعني في حد عنده سؤال تفضل يا امجد اخي امجد تفضل اخي امجد انت كنت بدك تسال تفضل حد عنده سؤال Arina, I think we need your help. There's someone who is
would like to ask, and he said that the mic is not Hello? دكتورة إيمان تفضلي. السلام عليكم يا دكتور. هو واضح تفضلي. استأذن حضرتك، هو في الزملاء بيكتبوا لحضرتك، مش عارفة هل هو واضح لحضرتك ولا لا؟ يعني مثلا حضرتك في أستاذ حنيش كاتب لحضرتك، هل يمكن أنا أقرأ لحضرتك ولا حضرتك تقرأ أحسن؟ والله أنا مش ملحق أقرأ بدك الصراحة يعني. هل يمكن إدراج المنهج الدراسي في البرنامج ده أستاذ حنيش حسن؟ أوكي تمام. تمام. وفي حضرتك دكتورة شيرين كاتبة بدل من رفع عروض تقدمية، هل هناك إمكانية لذلك؟ تمام، أنا ما فهمتش السؤال بس بحاول أجاوب حسب ما فهمت. هلا بخصوص الدكتور حنيشة، أكيد هلا إحنا يمكن إدراج المنهج الدراسي، ولكن المنهج الدراسي بدك تدرجه بطريقة تفاعلية، بمعنى إنه ما بدك تأخذ الكتاب زي ما هو كتاب وتضيفه على الموديل، لا، أنت بدك تغير من المحتوى، يعني ما بدك يكون محتوى نصي، يعني ممكن تضطر أنت تعمل فيديو، تشرح فيديو وترفعه على الموديل، ممكن تعمل صوت، ممكن تدخل نص، ممكن تعمل يعني كثير شغلات تعملها يكون تفاعلية، مش مجرد نص جامد زيهم زي المنهاج. يعني إذا أنت بدك تأخذ المنهاج وتحطه على الموديل زي ما هو، ما يقرأه من المنهاج أفضل، ليش تمنى أنا أتغلب فيه؟ بس هو الفكرة من الموديل إنه أنت بدك تعمل إشي بنسميه إحنا سيلف ليرنينج، اللي هو التعلم الذاتي، إنه الطالب يدخل يتعلم بطريقة ذاتية عن طريق وسائل التكنولوجية تفاعلية. التكنولوجية تفاعلية إنك بدك تدخل الفيديو، بدك تدخل الانيميشن، الصور، كل هاي القضايا اللي انت لازم تعملها يعني. واضح؟ هلا بخصوص العرض التقدمي، اوكي بنقدر كمان نحط عرض تقدمي على الباوربوينت، ما في مشكله يعني، تقدر انت تعمل او ممكن انت تستخدم الموديل كبديل للعرض التقدمي للطلاب، يعني ما تخلي يعني هو بيعطيك ميزات افضل بكثير من الباوربوينت، يعني في زي ما حكينا في بيعطيك امكانيه تستخدم ريسورسز، مصادر مختلفه زي ما حكيت، زي ما شوف كيف بتدخل اليوتيوب، كيف بتقدر تضيف فيديو، تقدر تضيف مصادر من الويكيبيديا، تقدر تضيف صور، تقدر تضيف انيميشن، تقدر تضيف صوت، تقدر تضيف صور متحركه، كل شيء بدك تضيفه، بس اهم شيء انه يكون تخلق مادي او محتوى تعليمي تفاعلي يكون جذاب للطالب، يخليه يتعلم، تسهل له الكونسبت. يعني اذا الكونسبت شوي فيه صعوبة، الهدف كمان انك انت تسهل له الكونسبت من خلال الشغلات التفاعلية. طيب هنشوف احمد. ممكن سؤال دكتور حمادة؟ تفضلي شادي. انا بس دلوقتي هو كان المفروض يعني السؤال مرتبط بالدكتور هنيس، افتكر هو كان يقصد المقرر انا بعمله على الموديل، طب دخله ايه بالنسبة للمنهج الدراسي ككل؟
هو يقصد هل نضيف المنهج الدراسي ككل جوه الموديل للمقرر الواحد ولا لا؟ شو قصدك بالمنهج الدراسي؟ يعني انت عندك منهج الدراسي، انا اقصد بيه الكوريكولم ككل. طيب. يعني انا في كليه، الكليه دي ليها منهج دراسي من ضمنها المقرر. نعم. فهنا دلوقتي لما هعمل احط المقرر دوت، هل اشير الى المنهج الدراسي الكبير ولا لا؟ هذا طبيعي، مش طبيعي يعني، هو ده اللي يقصد اعتقد. طبيعي. ده اللي بيدور في دماغنا. هذا بيتعلق وهذا بيتعلق كمان بسياسه المؤسسه. هلا اذا سياسه المؤسسه بتعتمد الموديل، وفي كثير جامعات بتستخدم، يعني انا بشتغل في جامعه كل نظامها تعليم مدمج وتعليم عن بعد، وكله بيشتغلوا على الموديل وعلى هيك شغلات، فهي كل المنهاج تاعها موضوع. هلا لما بدك تضيف مقرر بنقول هذا المقرر هو جزء من منهاج الثانية رابعة في كلية التكنولوجيا اللي بتعلق بكذا وكذا، أو منهاج الـ يعني بالطريقة هاي. فلازم لازم يشار إلي إنه هذا جزء من المنهاج، يعني أكيد. أنا دكتور. ولا يهمك كلام. مين تفضل؟ أي حتى شفت كثير رافعين أسماء أصبعهم بس. أستاذ إبراهيم عندك سؤال؟ أستاذ إبراهيم. طيب أمجد بيحكي إنه عنده مشكلة في المايك، مش عارف بالضبط أمجد أنا المشكلة في المايك. لازم نشوف. السلام عليكم يا دكتور. تفضل. الله يسلمك. من أمجد؟ معك إبراهيم. إبراهيم. تفضل إبراهيم. إبراهيم بحث في تكنولوجيا التعليم واختصاص تكنولوجيا التعليم. كان سؤالي بس بخصوص الله يسلمك يا دكتور. كان استفساري عندي بخصوص الأوبشن اللي هو خاص بورشة العمل. كنت بس حابب حضرتك تشرحوا لي بس ازاي نشغله في كنشاط يعني. ونقطة ثانية، لو أنا حابب إن أنا وأنا شغال عايز أقسم مجموعات للطلبة، يعني مثلا كل الطلب 3 طلاب 4 طلاب زي التعليم التعاوني كده، يكونوا مع بعض واقدر اديهم نشاط محدد يشتغلوا عليه، ممكن ما شاء الله يكون مناقشه او كده، يشتغلوا لوحدهم بعد كده يطلعوا لي بمخرجات يبداوا يعرضوها بحيث بقيه المجموعات تستفاد من شغلهم. فكنت عايز اعرف بس ازاي الطريقه. طيب ماشي. هلا بخصوص المجموعات، هو ابن ابراهيم نفس الطريقه من عند اداره المستخدمين. لما بدك تضيف مستخدم، بعد ما تضيف مستخدم في عندك اللي هو مجموعات او تجميع المستخدمين بسموه. انت تقدر تضيف المستخدمين كل مجموعه في كل مجموعه مستخدمين في مجموعه، وبتقدر تعطيهم اساينمنت كل واحد كجروب او كورش عمل. هذا الحكي موجود في اداره انا ما انا سكرت الموقع ما فيش معي وقت او تعال لك اياه. الشيء الثاني بخصوص اداره الورشه، هي نفس ال شو اسمه نفس الفيرتشوال كلاس. انت بتعمل ورشه عمل، والورشه عمل هاي بتدعو ناس عليها، وبتم العمل سويا من خلال ورك شوب، يعني كيف ورشه العمل تاعه الميكانيك او شغلات زي هيك، انه انتم ك ك ك ك كجروب بتشتغلوا من خلال ورك شوب على از تيم ورك، يعني على بعض البروجكت او شغلات زي هيك. تمام يا دكتور، الف شكر. شكرا لك. ولا يهمك. حد بحب يسأل باشمهندس خلف، تفضل. السلام عليكم. سلام، هلا باشمهندس، تفضل. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية، هلا باشمهندس. دكتور اللقاء رائع ما شاء الله، ومعلومات كثيرة قيمة ومفيدة. حاب أستفسر بس عن موضوع إنه هل ممكن الاعتماد على نظام المودل كنظام واحد في إدارة العملية التعليمية للمؤسسة بدون أنظمة مساعدة؟ إحنا بنعرف إنه المؤسسات التعليمية بالعادة بيكون في لها أنظمة تسجيل وللطلبة خاصة. هل يمكن أنه كمدرسة أنا أو مؤسسة ما عندي نظام أني أعتمد على نظام المودل هو يكون كافي لعملية تسجيل الطلاب ورصد درجات الطلاب والاعتماد عليه في العملية التعليمية؟ وشكرا لك. تمام. شكرا باشمهندس خلف. شوف، هو بصورته المبدئية لا صعب، لأنه يعني
بس اذا اعتمدته المؤسسه وعملوا عليه تحسينات وتطويرات. يعني في كثير زي ما حكيت انا هو الموديل هو اوبن سورس يعني بحاجه لبعض التطويرات. في كثير مؤسسات بتاخذه وبتعمل عليه تطويرات وبكون هو يعني بيشمل كثير شغلات مش بس مجرد انه بتعرض او بتطور محتوى رقمي، وكمان بتقدر من خلاله تعمل اداره للطلاب وللمدرسة، بتقدر ترفع تقارير بنتائج الطلاب وبتقدر تقارير. لكن بظل في شغلات في إزباري ليميتد ممكن تتطور أو ممكن تدمجها مع برمجيات أخرى، ولكن لحد ما ممكن لبعض المؤسسات المتوسطة أو شيء ممكن يخدمها بشكل كبير. لكن هذا كمان زي ما حكيت بيعتمد على إذا في مبرمجين بيقدروا يطوروا على كثير شغلات. يعني فهمت عليك دكتور، شكرا لك. لا يهمك. لا لا، أسئلة ثانية؟ طيب جماعة احنا هيك انتهى وقتنا. شكرا لكم وشكرا لحضوركم، وبتمنى انه انا وفقت في هاي الندوة واستطعت اني اوصل المطلوب، وان شاء الله انه بكون في يعني لقاءات مستقبلية قادمة بنشرح فيها بتفاصيل اكثر عن بعض المواضيع. موديل بحاجة لتخصيص له مش محاضرة، 10 محاضرات واكثر حتى تقدر تغطي جميع جوانبه. فهمت كمان موضوع التصميم التعليمي ونماذج التصميم التعليمي هو علم بحد ذاته، وفي عندك اكثر من نوع تصميم، واذا بدنا ندخل في تفاصيله ونشتغل عليه بدنا محاضرات كثير حتى نشرحه. انا حاولت اني اعطي زي رود ماب او خارطه طريق انه كيف انت تدمج بين هذول الشغلات الثلاث حتى تشتغل ضمن طريق واضح، ستراكشر واضح في تصميم المقرر تاعتك. لازم تعرف انه في بري ريكويست، في عندك متطلبات لازم تكون انت مخذها بالاعتبار قبل ما تصمم اي مقرر. هاي المتطلبات تتعلق بدراسه خصائص الطالب وشو خلفياته، شو الامكانيات المتوفره عنده، كل هاي الامور كيف بدك تقدم له المقرر، وكل هاي القضايا. انا بتمنى انه اكون وفقت في تقديم المطلوب، حققت الهدف من الندوه، وان شاء الله انه بنشوفكم في ندوات قادمه. وشكرا لكم وشكرا لحضوركم. دكتور محمود ممكن اتدخل؟ شكرا يا دكتور، الف شكر، ويجعله في ميزان حسناتك فعلا. سلام. يعني محاضره قيمه، الف شكر. شكرا. السلام عليكم. اتفضل اخ محمد. ازي حضرتك يا دكتور؟ انا معك دكتور محمد عبد الهادي. دكتور محمد اهلا وسهلا، اهلا بيك. حضرتك يا فندم انا بتصل، بس انا معلش بعتذر النهارده عن عدم وجودي ولظروف حضرتك انت. بعرف ظرف ظروفك يعني ما بال. الله يبارك في حضرتك. رب انا بشكر كل بشكر حضرتك جدا، وبشكر التيم بتاعي من ايمرج افريكا، وبوجه حضرتك في سؤال اتعرض في الورشه من بعض الاعضاء التدريب، من بعض الاخوه الافاضل، ان هم بيقول لك في شهاده من الدوره ولا لا. فحابب اوضح ان احنا السيستم بتاعنا ان احنا في الوقت الحالي لا توجد شهادات، احنا كل اللي يهمنا هو الافاده والاستفاده، واحنا كلنا متطوعين. يعني دكتور محمود يعني ربنا يجزيه كل خير، مقتطع من وقته ساعتين كاملين ومن شغله ومن حياته عشان نستفيد من بعض ومن علم بعض. فالمين الرئيسيه او التارجت اللي احنا بنعملها ان احنا بنساعد معلومه وبندير المعلومه اكتر ما بندير الشهاده، هي دي الفكره. نعم صحيح. يعني انا حبيت ادخل المداخله دي، وعذرا لعدم وجودي طول النهار يا دكتور محمود، والله انا لسه مروح. لا شكرا، انا اول شيء بشكرك على الدعوه وان فتحت لي الفرصه اني انا اشارك جزء من خبرتي في هاي الندوه وان افيد الناس الثانيين. وبدي احب احكي شغله، انه احنا كنا نتعلم مع بعض. هي الفكره انه احنا بنعمل شيء بسموه شير يور اكسبيرينس، انه اذا عندك عندك خبره في بعض المواضيع مش غلط انك تعملها شير مع الناس الثانيين وتحاول تفيد فيها الناس الثانيين، وما حدا بيحكي عن حاله انه خبير. احنا بنشارك بعض الشغلات اللي احنا اكتسبناها من خلال شغلنا ومن خلال دراستنا، وبنتمنى نكون وفقنا يعني في هذا النتيجة. الله حضرتك، يعني دليل حضور الكرام، اكيد الحضور الكرام استفادوا من حضرتك جدا وهم من الفيدباك اللي هم بيقولوها، بسم الله ما شاء الله. وحضرتك غني عن التعريف دكتور محمود، انت عالم، ربنا يزيدك الوقت بتاعك. وكرر شكري للحضور الكرام، وبنبه يا جماعه
انا يعني عذرا انا بعد كده هكتب ان مفيش شهاده، بس يمكن الاعضاء الجداد اللي هم انضموا معنا ما يعرفوش السيستم بتاعنا ان احنا مفيش شهادات في الوقت الفتره الحاليه، وهي دي الفكره. يعني احنا لغايه دلوقتي ما بدناش نعمل شهادات، لان احنا مثلا كل السيشنز اللي احنا بنعملها القصد الرئيسي منها الافاده، وكلها مجانيه وكلها متطوعيه. نعم صحيح. أنا شاكر لأفضل حضرتك يا دكتور، وشاكر لكل الحضور الكرام، وبشكر thanks again for everything. وعن إذنك أنا هضطر أن أنا هقفل دلوقتي، بسيبس الورشة لحضرتك يا دكتور محمود، حضرتك وإيرين could you please complete the session with دكتور محمود. شكرا شكرا دكتور محمد، وإن شاء الله نشوفك عن قريب face to face. يعني إن شاء الله بإذن الله نلتقى على خير. إن شاء الله إن شاء الله نشوفك على خير. كده هنعملها مع بعض بإذن الله قريبا بإذن الله عز وجل. إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. Thank you very much Mahmoud. It was great having you. Thank you. Have a great evening everyone. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you.